بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بس هناخد فكرة كده عن الأسئلة بتاعتكم، الاختصارات اللي هي انتوا بعتوها، يعني نسأل امتحان الكويز إن شاء الله. الرحمن حد يقرأ السؤال ده يا جماعة؟ حد يقرأ السؤال اللي فوق ده؟ توضيح لوقت الارتفاع والنزول والأسباب في جزئية الـ FSH والـ LH Globally Cycle. كويس، يعني امتى بيزيد الـ FSH والـ LH اثناء الـ Ovarian Cycle؟ ده معنى امتى بيزيد الـ FSH اللي هو الـ Follicular Stimulating Hormone والـ Luteinizing Hormone اثناء الـ Ovarian Cycle؟ الموضوع يعني بمنتهى البساطة، أنا ببتدي السايكل الأول عالي، أنا ببتدي السايكل بتبتدي السايكل او بتزيد الاف اس اتش في بدايه السايكل بعد المنستريشن جدا، المنستريشن ايه؟ بعديها بيبتدي الاف اس اتش عالي عشان يعمل بروليفريشن للفوليكل دي، عشان يعمل ديفلوبمنت للفوليكل، هو اللي بينشط الفوليكل دي في البروز بتاعها، فبيبتدي الاف اس اتش عالي، ثم تنتابه حاله من هبوط ان الفوليكل دي بتبتدي تفرز استروجين، الفوليكل اللي بتنمو دي بتبتدي تفرز استروجين. افراز الاستروجين من هذه الفوليكل بيقلل افراز الاف اس اتش بالفيدباك ميكانيزم. وعندما نقترب من ميعاد الاوفيوليشن قبلها بيومين، فالاستروجين يصل الى اعلى معدلات، فالاستروجين بيقلب بقى، بيغير تعامله مع البيتيوتري جلاند، فبيعمل بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، بيزود الاف اس اتش حوالي من 3 ل 4 مرات، وبيزود ال اتش ممكن نوصل ل 10 مرات زياده. يعني هذا هو الكورس اللي هو الاف اس اتش. بالنسبه للاف اس اتش، اف اس اتش بقى نكمل كده، نكمل هنا بيفرز، وليه قال لي هنا تاني؟ لان بيفرز استروجين من الكوربس لوتير، هنا بيفرز استروجين من الكوربس لوتير بعد عمليه الاوفيوليشن. الاستروجين ده برضه رجع تاني يتبع نفس الوسيله مع اف اس اتش ويقلل الافراز، يقلل النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. بس بعد كده الاف اس اتش ايه اللي مستوى القليل ده؟ نفس القصه اللي احنا قلناها، ان الاستروجين بيبقى عالي فبيقل الاف اس اتش كده لغايه السايكل. لما الاستروجين يقل خالص ما عادش افرازه من الفوليكل بقى خلاص، وبعد ما يجي الكوربس لوتيام ابدا تاني احط الاف اس اتش في الزياده تاني عشان القصه من اول وجديد. دكتور ايوه، الصوت بيقطع. الصوت بيقطع؟ طيب خليكم معايا ثواني كده، خليكم ما تقفلوش يعني. معاك دكتور. ايوه هلا، لسه برضه بيقطع؟ لا ممتاز، هو عامل صدى عندي، هو اكيد برضه بيقطع عنده. خليكم معايا ثواني برضه، ما حدش يروح في حته، خليكم معايا، اكيد هيقطع تاني. كده احسن؟ ايوه دكتور. اي على البركه ان شاء الله.
طيب هنا نجي تاني بقى كده لل LH هرمون. LH بقى اللي هو الليترايزنج هرمون. الليترايزنج هرمون هو تأثره أكتر مع البروجسترون في السكند بعد الأوفيوليشن. تأثره قبل الأوفيوليشن بالإستروجين، يعني قبل الأوفيوليشن بيتأثر بالإستروجين، وبعد الأوفيوليشن بيتأثر بال LH هرمون. هو له بيزل سكريشن، يعني دوز الهرمون ده بيزل، يعني في معدلات بسيطة بتفرز بسيطة خالص من البيتري جلاند أثناء الريست، يعني أثناء مفيش أي مشكلة. بعد كده لما بيزيد الاستروجين قوي قبل الاوفيوليشن بيومين، لما الاستروجين بيصل الى اعلى معدلاته، فبيزود افراز ال ال اتش من البيتوتري جلاند. يعني الاستروجين بيزيد نتيجه الفوليكل دي، جريفيان فوليكل بتفرز نسبه عاليه من الاستروجين فقبل الاوفيوليشن بيومين، فبيزيد ال ال اتش نتيجه البوزيتيف فيدباك ميكانيزم. الاستروجين بيأثر على البيتوتري ويزود ال ال اتش حوالي 10 مرات هو كمان، اللي بيسميناها ال اتش بيك او ال ال اتش سيرج. يبقى ال اتش سيرج. طب ايه اللي يقلله هنا؟ اساسا اللي بيقلله هنا هو زياده البروجسترون من الكوربس ليوتيم بعد الاوفيوليشن والنيجاتيف فيدباك ميكانيزم. اذا ال ال اتش له خصوصيه شويه، قبل الاوفيوليشن بيحصل بوزيتيف فيدباك ميكانيزم مع الاستروجين، بعد الاوفيوليشن اهو بيحصل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم مع البروجسترون. يبقى البروجسترون لما بيزيد بيقلل الاتش. بروجسترون في المقام الاول والاستروجين برضه، بس هو الاساس هنا البروجسترون. البروجسترون بيقلل ال اتش بعد الاوفيوليشن، ده نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. قبل الاوفيوليشن اللي بيزوده كده عشان يحصل هو اللي مسؤول عن عمليه الاوفيوليشن ال اتش هرمون، فاللي بيزوده كده هو زياده الاستروجين بوزيتيف فيدباك ميكانيزم مع البيتيوتري جلاند. ده اجابه السؤال الاول. اي استفسار في السؤال ده قبل ما ننتقل الى دكتور والاف سي اتش؟ نعم، هذه ال LH وال FCH انا شرحت في الاول. ايوه بس الصوت كان معلش. لو شفنا ال FSH هرمون، لان عشان انا انشط الفوليكل دي كده، عشان انشط الفوليكل دي لازم ابتدي السايكل، بالهرمون ال FSH ده يكون عالي عشان هو اللي هينشط الجروس بتاع الفوليكل دي، النمو بتاعها. طب هينشطها ازاي؟ احنا بتحصل عمليه المنستريشن، اثناء المنستريشن مفيش استروجين ولا كلام من ده خالص، فالدنيا هاديه خالص اهو، الاف اس اتش معدله افرازه عادي خالص. بعد المنستريشن الجروس بتاع الفوليكل دي كده بيفرز، يعني الجروس بتاع او اثناء المنستريشن الاستروجين قليل، اثناء المنستريشن الاستروجين قليل، لما الاستروجين يقل فبيعمل نيجاتيف فيدباك مع البيتيوتري عشان يزود الاف اس اتش كده اهو. يبقى لما الاستروجين قل في المرحله دي عمل نيجاتيف فيدباك مع البيتيوتري جلاند عشان يزود الاف اس اتش هرمون اهو. الاف اس اتش هرمون ده هو اللي مسؤول عن الجروث بتاع الفوليكل دي. طب الجروث بتاع الفوليكل دي وهي بتنمو بتفرز استروجين، الاستروجين اللي بيفرز من الفوليكل دي كده بيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم مع الاف اس اتش يقلله لغايه ما الاستروجين يصل الى اعلى معدلاته قبل الاوفيوليشن بيومين، يبتدي الاستروجين يقلب بقى يغير يعمل بوزيتيف فيدباك ميكانيزم مع الاف اس اتش، فيزود افراز الاف اس اتش او قبل الاوفيوليشن بيومين اهو فزاد افرازه. وبعد كده عندما يفرز الاستروجين من الكوربس ليوتيم بعد الاوفيوليشن، الاستروجين بيفرز هنا فيقوم بنعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم مع الاف اس اتش ويقلله. يبقى تاني اللي قلله هنا، يعني هنا بيزل سيكريشن. طب ايه اللي زوده بقى كده؟ نقص الاستروجين في المرحله دي ام يزوده؟ ده نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. طب ايه اللي قلله؟ هو برده نيجاتيف فيدباك ميكانيزم مع الاستروجين اللي زاد هنا نتيجه الفوليكل دي. طب ايه اللي زوده تاني؟ هو بوزيتيف فيدباك ميكانيزم مع الاستروجين على البيتيوتري جلاند. طب ايه اللي قلله؟ هو نيجاتيف فيدباك ميكانيزم مع الاستروجين اللي افرز من الكوربس ليوتي. ده سلوك ال اف اس اتش هرمون. اي استفسار في الحيثيه دي؟ دكتور، نعم، البروستاجلاندينز متى تحديدا يتم افرازها؟ يا دكتور احنا دلوقتي ايه اللي جاب البروستاجلاندين هنا؟ ايه اللي جاب هنا قصه البروستاجلاندين في الحته دي؟ احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ انا بجاوب على السؤال ده، واي سؤال غريب عن ما ارسل الي في اخر المحاضره خالص، اي سؤال يختلف عن ما ارسل الي يا في المحاضره خالص، اتكلم في الحيثيه اللي قدامنا دلوقتي. دكتور في البداية يكون في نيجاتيف فيدباك، وبعدين راح يكون قبل البيضة يعني قبل ما يرتفع يكون بوزيتيف فيدباك، وبعدها راح يكون نيجاتيف فيدباك مرة ثانية. صح كده،
يعني في المرحلتين دول كده نيجاتيف فيدباك في المرحلتين دول. ايوه هنا يزيد هنا الاستروجين، خلي بالك هنا الاستروجين قليل فده يزيد، هنا الاستروجين زاد فده يقل، بعد كده الاستروجين زاد فيزوده ده بوزيتيف فيدباك، بعد كده الاستروجين زاد فيقلله ده نيجاتيف فيدباك. يعني البوزيتيف فيدباك الوحيده هي دي المرحله دي قبل الاوبشن بيومين دي. يعني بالبداية راح يكون ال FSH يصير له decrease وال increase الاستروجين، بعدين positive feedback راح يزيدوا كلهم مع بعض، بعدين لا راح يصير يزيد البروستيجين ويقل ال FSH وال LH، صح؟ صح جدا. والبروستيجين يقل ولا قصدي الاستروجين يقل ولا يزيد بال إيه؟ مع بعض الاستروجين بالنيجاتيف feedback مع بعض الاستروجين ماله يا دكتوره؟ حددي مع التوقيت، التوقيت فين؟ احنا فين بنتكلم في انهي حته؟ ما بعد الفيرتلايزيشن، ما بعد الاوفيوليشن. في فرق بين اوفيوليشن وفيرتلايزيشن. الاوفيوليشن بعد الاوفيوليشن الاستروجين، استروجين بيجرى له ايه بعد الاوفيوليشن؟ بيزيد من الكوربس ليوتيه، بيزيد افرازه الاستروجين، فيقلل، يقلل مين ده؟ ها، يقلل الاف اس اتش، والبروجسترون بيزيد من الكوربس ليوتيه يوم يقلل ال اتش. تمام، يعطيك العافيه. دكتور الكوربس ليوتيم يفرز عندنا ال LH وال FS ال FSH. ليه؟ الكوربس ليوتيم يفرز عندنا ال LH وال FSH، يعني الاستروجين والبروجسترون برضو. الكوربس ليوتيم ما بيفرزش ال LH ولا FSH، ال LH وال FSH بيفرزهم من البيتيوتري جلاند استجابة لمعدلات الاستروجين والبروجسترون اللي بتفرز من الأوفري. ال LH هرمون وال FSH هرمون لا يفرزهم من الأوفري، يفرزهم من الغدة النخامية الفص الأمامي استجابة لمعدلات، احنا قاعد نشرح الوقت دي، استجابة لمعدلات الاستروجين والبروجسترون اللي بيفرزهم من الأوفري. يعني الكربس ليوتيم ما يحتوي لا على بروجسترون ولا استروجين؟ يا دكتورة لسه قايل حالا دلوقتي، لسه قايل حالا يا دكتورة دلوقتي، الاوفري كوربس ليوتيم بيفرز استروجين وبروجسترون، يقوم ياثر على البيتيوتري جلاند عشان يتحكم في افراز ال LH وال FSH. كوربس ليوتيم بيفرز استروجين وبروجسترون، وعن ياثر على البيتيوتري جلاند الغده النخاميه عشان يتحكم في افراز ال LH وال FSH. كملي السؤال، وصلت ولا لسه؟ وصلت. طيب اللي بعد. دكتور ال FSH يشتغل على الفوليكل صح ولا لا؟ صح. طيب يشتغل على الفوليكل، هو شوف هو مسؤول عن، شوف مسؤول عن الخطوه دي يا حبيبي، او شوف هو، شوف ايدي فين، النمو بتاع الفوليكل ده في البدايه بتاع الصيف. طيب الفوليكل بعد الرابتشر ولا قبل الرابتشر؟ اللي هو ايه؟ احنا عندنا الفوليكل لما تكون لسه يعني قبل يصير الاوفيليشن، وفي الفوليكل بعد الاوفيليشن صح ولا لا؟ اهو دي اللي حصل اوفيليشن اهو. ايه بقى عايز ايه بقى؟ السؤال فين؟ يعني يشتغل، يعني هو يشتغل قبل يصير عندي اوفيليشن، هو يشتغل على الفوليكل، بعد الاوفيليشن خلاص ما يشتغل على الفوليكل صح؟ مش هيشتغل بعد الاوفيليشن يا ابني، هيشتغل بعد الاوفيليشن ليه؟ ما هو مش موجود. هو اشتغل ازاي؟ اف اس اتش اهو، هيشتغل ازاي اذا كان هو مش موجود اصلا؟ قليل اهو، هيشتغل على مين؟ مش هيشتغل على حد. ايوه يعني لما يصير عندي جرافيان جرون جرافيان فوليكل ما حيشتغل عليه الاف اس اتش، حيصير بس الكوربس ليوتيم هو اللي يطلع الهرمونات اللي حتشتغل عليه صح؟ صح كده يا شاطر، كده على البركه. جميل. يلا قبل ما نغير السلايد دي، الكلام ده مهم على فكره، الكلام ده مرحله مهمه في الاوفريان سايكل احنا بنتكلم فيه ده، الهرمون التشينج دي. طيب السؤال اللي بعد، حد يقراه؟ احنا اتكلمنا عليه بس نقوله تاني. يلا يعني ده السؤال احنا شرحناه، حد يقول؟ حد يقرا السؤال؟ مع الاستروجين والبروجسترون، ومتى بوزيتيف فيدباك؟ ايش العلاقه بين الاف اس اتش والال اتش، ومتى يكون نيجاتيف؟ انا اعتقد شرحتها الوقت، شرحتها لسه حالا. يبقى الوقت
نقص الاستروجين في بدايه السايكل بيزود الاف اس اتش، او اف اس اتش زي ده عشان اما الاستروجين بيزيد، استروجين بيزيد اهو، استروجين بيزيد اهو، يعمل نيجاتيف فيدباك مع الاف اس اتش يقلل لغايه ما نوصل قبل الاوفوليشن بيومين، يوم الاستروجين بيبقى عالي خالص اهو، عالي اهو، فبيزود الاف اس اتش ويزود ال ال اتش بالبوزيتيف فيدباك ميكانيزم. اللي يقلل ال ال اتش كده هو البروجسترون بقى اللي بيفرز من الكوربس ليوتي، واللي يقلل الاف اس اتش كده هو الاستروجين اللي بيفرز من الكوربس ليوتي. اس البروجسترون بقى بيبقى البيك بتاعته، يعني هو افرازه هو في الاول ما فيش افراز كتير، يبدا افراز البروجسترون بصوره ملحوظه من الكوربس ليوتيام بعد الاوفيوليشن. يعني الاوفيوليشن بدا افراز الكوربس ليوتيام البروجسترون من الكوربس ليوتيام اهو، بيوصل البيك بتاعته في اليوم حوالي 23، يعني حوالي اليوم من 21 23 يوصل البيك بتاعته مع السكند بيك اوف استروجين. مع السكند بيك اوف استروجين، الاستروجين له تو بيكس، شوف اول قمه للاستروجين هي قبل الاوفيوليشن، وهذا الاستروجين اهو القمه الثانيه اهي، يعني له معدلين افراز زايدين في السايكل، واحده قبل الاوفيوليشن بيومين، واحده مع السكند بيك اوف است مع الفيرست بيك اوف است بروجسترون. يعني دي السكند بيك، اعلى قمه لافراز الاستروجين مع القمه بتاعت افراز البروجسترون للمرحله دي. في المرحله دي بقى كده لو ما فيش فيرتلايزيشن، لو ما فيش فيرتلايزيشن في الاوفم دي بيحصل ديجنريشن للكوربس ليوتيه اللي بيفرزهم، يعني ما الاستروجين والبروجسترون بيفرز من الكوربس ليوتيه في المرحله دي. فلو ما فيش فيرتلايزيشن بقى واخصاب او سبيرما هيقابل الاوفم، يوم يحصل ديجنريشن في الكوربس ليوتيه. لما يحصل تاكل في الكوربس ليوتيه يقل افراز البروجسترون ويقل افراز الاستروجين خلاص، وان تحصل بعد كده النقص بتاعهم ده هو اللي سبب الميكانيزم والاليه بتاع المنستريويش، تحصل المنستريويش الدوره الشهريه هنا يعني. اس اي استفسار يا دكتور؟ بعد الاوفيوليشن البروجسترون هو اللي يتسبب في النيجاتيف فيدباك لل ال اتش؟ ايوه شوفي في حتى في الرسمه، استني يا دكتوره شوفي، البروجسترون بيزيد اهو، بيزيد اهو، وال ال اتش بيقل اهو، هو ده بيعمل مع ده نيجاتيف فيدباك. ايه غيره؟ والاستروجين طيب بيسوي نيجاتيف فيدباك كمان مع الاف اس اتش؟ اه ما زيادته دي بتقلل الاف اس اتش. يعني دكتور الحين الاستروجين مع الاف سي اتش والبروجسترون مع ال ال اتش ده بعد الاوفيوليشن، بعد الاوفيوليشن هذا السلوك بعد الاوفيوليشن خلاص. لكن هنا مثلا هنا قبل الاوفيوليشن لما الاستروجين زاد زود الاثنين، خلي بالكم هو الاستروجين زاد اهو، اما زود ال اتش اهو وزود الاف اس اتش اهو قبل الاوفيوليشن، بوزيتيف فيدباك. خلي بالكم من الحاجات دي، فين البوزيتيف فيدباك فين النيجاتيف فيدباك، يعني هو كله نيجاتيف فيدباك ما عدا المرحله دي قبل الاوفيوليشن بيومين دي. استروجين لما يزيد يعمل بوزيتيف فيدباك مع ال اتش والاف اس اتش، يزودهم الاثنين. ننتقل للسؤال اللي بعد، ده نفس الكلام اللي انا قلته دلوقتي، يعني ال LH هو بيزيد قبل الاوفيوليشن اهو، قبلها بيومين بيزيد ال LH عشان يعمل عمليه المنستريشن دي، عمليه الاوفيوليشن تحت ما يسمى LH سيرج. يعني هو اللي بعت السؤال ده كما احنا شرحنا في محاضره كامله، ده المحاضره كلها، ولا بتوضيح الترتيب في مراحل الاوفيريان سايكل. الله المراحل يا ابني اللي بيسال، دي الفوليكولار فيز، هي دي المرحله الاولى فوليكولار فيز، ثم الاوفيوليشن ثم الليوتيال فيز، ادي مراحل اوفيريان سايكل، هذا الجروث بتاع الفوليكل فوليكولار، وادي الاوفيوليشن المرحله الثانيه، المرحله الثالثه الليوتيال فيز اهي قربس ليوتيال مبتاع، وشرحنا الهرمونات اللي بتحصل في كل مرحله فيه. دي الفيدباك ميكانيزم انت جمعته بقى، بصوا كده معايا، يفرز من الهايبوثالامس ما يسمى هايبوثالامس، ما يسمى جونادوتروبين ريليزنج هرمون، الهرمون ده بيفرز من تحت المهين. هذا الهرمون بيأثر على الغده النخاميه الانتيريو بيتيوتري عشان يطلع منها الاف اس اتش هرمون ويطلع ال اتش هرمون. الاف اس بتشغل على الجرانيولوزا سيلز عشان يطلع استروجين ويطلع انهيبين هرمون. الانهيبين ده بيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم اهو مع الاف اس اتش، يقلله من البيتيوتري، نيجاتيف فيدباك الانهيبين اهو مع الاف اس اتش نيجاتيف فيدباك. طب بص كده الجرانيولوسيلز بتفرز استروجين، الاستروجين ده شوف بقى هيعمل نيجاتيف فيدباك مع
مع البيتيوتري يقلل منها الاف اس اتش، ومع الهايبوثالاموس يقلل الهرمون الرئيسي ده. يعني من نيجي فيدباك مع الغدتين دول، هايبوثالاموس والبيتيوتري، ده الاستروجين. طبعا ال اتش زي ما حضراتكم عارفين بيأثر على السيكا سيلز، بيفرز منها اندروجين اللي بتحول بالاروماتيز انزيم، اروماتيز انزيم يتحول في الجرانيت سيلز الى استروجين. يبقى ال اتش بيأثر على السيكا سيلز تفرز اندروجين يتحول بالاروماتيز انزيم الى استروجين، ده في الجرانيولوزا سيلز، والاستروجين هو اللي يعمل نيجاتيف فيدباك كده. السؤال الثاني، حد يقرا السؤالين دول؟ السؤال ده يا جماعه السؤال على الجنب اهو، حد يقرا؟ حد يرى السؤال؟ هل هي عصبين طويلة جداً ولا عبارة عن تجمع من ملايين الباراسمبثاتيك والسمبثاتيك الأعصاب الواحدة فقط؟ كم أكسون طولها والأعصاب، يعني هل تكون؟ يعني يفضل يا رامي، لأن أنا بنقل من النسخة اللي انت بعتها لي بدي إف، ما عارفش الكلام بتلخبط كده، يفضل انت تقرأ الأسئلة من موقع اللي انت بعتها لي. خلاص؟ الآن دكتور اقرا السؤال من واقع اللي انت ارسلته لي، اقرا السؤال اللي عندك كده، عشان كده هو الكلام متلخبط لما اتنقل كوبي اند بيست كده. اقرا شوف السؤال ده، هات السؤال ده واقراه. تمام. الاعصاب السمبثيتك والباراسمبثيتك، هل هي عصبين طويله جدا ولا عباره عن تجمع من ملايين الاعصاب؟ يعني هل هي تكون اكسون واحد فقط وكم طوله؟ شوفوا يا جماعه، ربنا لما خلق الاعصاب اللي طالعه من السبينال كورد كده، سواء كان السوراكو لامبر ده اللي هو السمبثاتيك، ده السمبثاتيك طلع من السوراكو لامبر، ده السمبثاتيك طلع من السبينال كورد، السمبثاتيك طالعين، والباراسمبثاتيك طالعين من اربع اعصاب في المخ وثلاث اعصاب في الساكرا ريجون، دول المخرج بتاعهم. ربنا لما خلق المخارج دي، يعني مخارج الاعصاب دي من النخاع الشوكي، خلقها قليله، عددها قليل زي ما انتم شايفين اهو، عصب واحد اهوت، عصب واحد اهوت، واحد واحد واحد. وربنا يعني كالقصة عشان أوزع على الجسم كله، ما ينفعش من البداية أطلع أعصاب بعدد الأورجان دي. فربنا عمل إيه بقى؟ ربنا عمل جانجليا، محطة نقف فيه العصب يطلع يقف هنا، عشان نوزع بقى، نطلع من الحتة دي كده، شوف واحد أهو يطلع بقى 10، يطلع 30، يطلع مش عارف إيه، وكل واحد يروح لحتة، لأن مفيش مكان هنا أصلا، هنا مفيش مكان أطلع منها الأعصاب في الجسم دي كلها. لكن لما أخرج قليل ووزع كتير، اخرج قليل بالبريجانجليونيك اهي، دي البريجانجليونيك، ووزع كتير، اوزع كتير، بصوا حضراتكم اخرج اهو وعندي جانجليا كتير اهي، وزع بقى من الجانجليا دي، شوف انت رايح فين بقى. حته ان انا اعد الاعصاب هي ملايين ولا الاف، ده في علم ربنا يعني، لكن انا اللي يهمني الاورجان بيروح لها، كل واحده يروح لها العصب الخاص بيها، كل اورجان في جسمي يروح لهم العصب الخاص بيهم. طول العصب بيتوقف على انت، السؤال اللي ادق كالاتي، هو بريجانجليونيك ولا بوست جانجليونيك؟ لو شفتوا من السمبثاتيك كده هتلاقي البريجانجليونيك بتاعه قصير اهو، في حين ان البوست جانجليونيك طويله لغايه ما يوصل للاورجن. العكس ده بيحصل في الباراسمبثاتيك. الباراسمبثاتيك شوفوا البريجانجليونيك ممكن يوصل قد ايه، ده بريجانجليونيك اهو، بريجانجليونيك اهوت، وشوفهم البوست جانجليونيك قصير، لان انتوا عارفين ان الجانجليا في البوست جانجليونيك بتبقى قريبه من الاورجن او على الاورجن او جوه الاورجن تحت ما يسمى تيرمينال جانجليا. لكن الجانجليا في السمبثاتيك اللي جنب العمود الفقري دي اسمها لاترال جانجليا، او ممكن تبقى كولاترال في نص المسافه، وقليلا ما تبقى تيرمينال، لكن هي اساسا لاترال وكولاترال في السمبثاتيك. فعشان كده العصب بيتوقف طوله، هو جزئين العصب، ما ينفعش اقول جزء واحد، وفي بريجانجليونيك قصير في السمبثاتيك وطويل في البوست جانجليونيك في السمبثاتيك، البوست جانجليونيك طويل، في حين ان البريجانجليونيك في الباراسمبثاتيك طويل والبوست جانجليونيك قصير. حكايه بقى يوصل طوله قد ايه، على حسب ما احنا ماشيين مسافه في جسم البني ادم، يعني ده حاجه تقديريه بالنسبه للاورجن، هو يمشي نص متر، يمشي 20 سنتي لغايه ما يوصل للاورجن اللي هو رايح له، يمشي 30 سنتي، يوصل 40 سنتي، انصون حسب الاورجن وقربه وبعده من السبينال كورد. بس اي استفسار في الحيثيه دي؟ تمام دكتور. يعني البريجانجليونيك عاده يكون عصب واحد خارج من ال مثلا الكرينيال نيرف في السيمباراسمبثيتك او اللامبرز الفيرتبرا في السمبثيتك، بعدين يتفرع بحسب عدد العبل البوست جانجليونيك، يتفرع بقى عدد غير محدود بقى براحته، شوفه رايح لمين، بروح لناس كتيره، خلاص يتفرع بقى على حسب هو راح يغذي مين، شوف ده اتفرع اهو، راح هنا وراح هنا وكده، يعني كل واحد راح لقصه، صح؟ شوف واحد طلع واحد اهو، شوف قاعد يوزع بقى، يوزع على كتيره وهكذا.
حسب الأورجانز اللي موجودة في جسمنا يعني. السؤال اللي بعد سؤال فوق حد يقرأ السؤال بتاعكم اهو. الفرق بين النورادرينالين والأدرينالين. الأدرينالين اسمه الثاني إبنفرين. حد عارف تسمى كده ليه؟ تسمى أدرينالين ليه أو إبنفرين ليه؟ حد عارف السبب التسمية أدرينالين سموه كده ليه أو إبنفرين؟ عشان يطلع من الأدرينال جلاند. طب تسمى برضو يعني انت بتسمت أدرينال جلاند ليه؟ أدرينال جلاند اتسمت ليه؟ because it's added to the renal system كده تكون فوق ال الكيدنيز. شوف كلمة add يعني معناها قريب من renal يعني من الكلى طالع من الغدة اللي قريبة من الكلى زي ما انت قلت كده يعني add يبقى قريب من renal يعني كلى يعني طالع من الغدة اللي قريبة من الكلى اللي هي غدة اللي هي بنسميها الأدرينال جلاند خلاص. طب بص هو اسمه الثاني ابينفرين. ابينفرين ابي يعني فوق نفرين يعني الكلى يعني طالع من الغده اللي فوق الكلى يعني هو نفس المسمى ابينفرين يعني فوق يبقى الابينفرين ده معناها فوق النفرين يعني الكلى نفرين يعني الكلى يبقى الهرمون اللي طالع من الغده اللي فوق الكلى اللي هي نفسها الادرينال جلاند او الغده الخزعبليه. وضحت الرساله؟ خلينا في موضوعنا بقى. انت اللي بيسال السؤال ده انا ما اعرفش هو عايز ايه بالظبط بالتحديد لكن انا هقول اللي انا الفرق وبعدين هو يقول اللي هو عايزه يعني. نور ابنفرين والابنفرين احنا في خطوات التكوين في الكيمياء يعني اول فرق بينهم في الكيمياء الكيمياء نفسها لما بتكون الابنفرين والنور ابنفرين بيتكون من امينو اسيد اسمه التيروزين ده داخل الاعصاب او داخل الغده القذريه يعني اللي انا هقوله ده داخل الاعصاب او داخل الغده القذريه داخل الكروموفين سيلز يعني. التيروزين بيتحول الى اللي دوبا لما ياخد هيدروكسيل جروب يعني لما نضيف عليه او اتش جروب بتيروزين هيدروكسيليز يتحول الى اللي دوبا اللي هو داي هيدروكسي فينايل الانين. داي هيدروكسي فينايل الانين شيل منه كربوكسيل جروب بانزيم اسمه دوبا دي كربوكسيليز يتحول الى دوبامين. الدوبامين حط عليه ضيف عليه هيدروكسيل جروب بانزيم اسمه دوبامين هيدروكسيليز يتحول الى نور ابنفرين. النور ابنفرين حط عليه ميثايل جروب CH3 بانزيم اسمه فينايل ايثانولامين ان ميثايل ترانسفيريز. هنضيف ميثايل جروب على النور ابنفرين CH3 يعني ويتحول الى ابنفرين. يبقى الفرق في التركيب الكيميائي ان الابنفرين يحتوي على CH3 زياده عن النور ابنفرين. هذا أول فرق في التركيب الكيميائي. الفرق في الناحية الوظيفية. النور إبنفرين والإبنفرين هما very similar neurotransmitter وهرمون. إيه الجملة دي؟ أولاً الإبنفرين والنور إبنفرين بيطلعوا من الأعصاب. لما بيطلعوا من الأعصاب بيأثروا على جسمنا في السمباثيك. ده اللي بيطلع من البوست جانجليونيك سمباثيك. بيطلع من البوست جانجليونيك سمباثيك نور إبنفرين بنسبة 80%. وابنفرين بنسبه 20% ودول بيشتغلوا من نيورو ترانسميتر. وطالما النور ابنفرين هو اللي بيطلع بنسبه كبيره من الاعصاب فعندما نقول نيورو ترانسميتر خاص بالحكايه دي يبقى نقصد به النور ابنفرين في المقام الاول. يبقى لما نقول نيورو ترانسميتر نقصد به النور ابنفرين في المقام الاول لان هو 80% من اللي بيطلع من الاعصاب نور ابنفرين مش والابنفرين بيلعب دور ضئيل جدا ككيميكال ترانسميتر. اللي بيلعب دور قوي النور ابنفرين كنيورو ترانسميتر. تعال على الجملة الثانية هرمون. يطلق عليهم هرمون لما يطلعوا من الغدة الخزرية. ما هو المنشأ الثاني بتاعهم هو الغدة الخزرية اللي فوق الكلى الأدرينال جلاند. عشان كده بنسميهم هرمونات لأنه بيطلعوا من الغدة الصماء ويمشوا في الدم ويأثروا على الجسم كله فيطلق عليهم هرمونز. في هذه الحالة الغدة الخزرية بتطلع 80% إبنفرين بقى في مقابل 20% نور إبنفرين. فعندما يطلق كلمة هرمون نقصد به الإبنفرين. عندما يطلق نيورو ترانسميتر نقصد به في المقام الاول نور ابنفرين. خلي بالكم الحكايه دي. يبقى نور ابنفرين هو النيورو ترانسميتر الرئيسي لكن الابنفرين هو الهرمون الرئيسي. الهرمون ده بيأثر على الجسم. هما لما بيأثرهم سواء كيميكال ترانسميتر او سواء هرمون لهم تشابه في الوظيفه مع اختلاف الآت اللي انا هقوله ده مع الاختلاف اللي انا هقوله. مختلفين في ايه بقى؟ الابنفرين اللي هو الادرينالين بيبقى تأثيره اكتر على القلب
وعلى البلاد جلوكوز ليفل، مستوى الجلوكوز في الدم بيرفعه وبيزود كل انشطه القلب، وعلى مستوى الدهون بيكسرها في الجسم ويزود الفري فاتي اسيد. ده التاثير الرئيسي للابنفرين، يعني على الميتابوليزم بتاع الجلوكوز كربوهيدرات والليبيدز، وعلى القلب بالتحديد بيزود كل خواص عضله القلب. ده الابنفرين. طب النور ابنفرين، النور ابنفرين بيشتغل اكتر على الاوعيه الدمويه ضيقه، يعمل فازو كونستريكشن، يدي الاوعيه الدمويه يرفع ضغط الدم يعني في الدوره الدمويه. ده الاختلاف ده جه منين؟ الاختلاف ده جه من الابنفرين بيفضل ان هو يشتغل على البيتا ريسبتور اكتر من الالفا، فهي دي البيتا موجوده في الاماكن دي اكتر. يعني الابنفرين بيشتغل على البيتا ريسبتور، بيتا ادرينرجيك ريسبتور اكتر من الالفا. والنور ابنفرين بيشتغل على الالفا اللي موجوده في الاوعيه الدمويه، على الالفا ريسبتور اكتر من البيتا. فهذه الفكره ان كل واحد له تخصص في المستقبلين بتوعه. الابنفرين بيأثر على البيتا اكتر فبيشتغل على الاماكن دي، والنور ابنفرين بيشتغل على الالفا ريسبتور اكتر فبيشتغل على البلاد فيزلز. الاثنين بيلعبوا دور مهم طبعا في الاستريس ريسبونس، خلاص، ولهم استخدامات في الطب كالعاده يعني. اي استفسار في الحيثيه دي قبل ما نعديها؟ ده الفرق بين الادرينالين والنور ادرينالين. هل اللي قال السؤال ده يعني يقصد حاجه ثانيه ولا انا قلته؟ لو يقصد حاجه ثانيه يكلمني. اللي قال السؤال ده لو يقصد حاجه ثانيه، دماغه حاجه ثانيه غامضه، يقول لي وانا اوضحها. بالنسبه انا عندي سؤال على الجزئيه، انا متلخبطة بشيء. يعني هو انت جالس تتكلم مو على النيورو الترانسميتر، جالس تتكلم عن الازا هرمونز، لانه احنا قلنا انه النور ادرينالين بيودي البوست جانجليون بس اكسبت اللي هي السويت جلاند والبلاد فيزلز والسكن. طب هنا ليش قلنا انه النور ادرينالين هاز مور اون افكت اون يور بلاد فيزلز؟ جميل. ونور ابنفرين هنا هو التركيز الرئيسي بتاعه على البلاد فيزل في الجسم يا دكتوره. اللي عندك ده يا دكتوره انت بس ناقص كلمه في كلامك، ناقص كلمه في تحديد الكلام. انت قلت اكسبت البلاد فيزل بتاعه مين يا دكتوره؟ ما هو كملي السؤال. اسكت المصدر. ايوه ده بس من الجسم كله، لكن ده بيأثر على الاوعيه الدمويه في الجسم كله ما عدا اللي انت قلتيها دي بس. طيب يا دكتور، في الجدول اللي اخذناه بالمحاضره اللي هو البيتا ريسبيرتورز بياثر بالبلاد فيزل اللي هي في السكيلت المسلز يوسعها، وكيف اثر عليها؟ بياثر على ايه؟ على البلاد فيزل في السكيلت المسلز. حلو، هذا اللي هو البيتا ريسبيرتورز بيشتغل على البيتا، مش كده؟ بيشتغل على البيتا مش على الالفا. ايوه. طيب ما هذا لا يمنع ان النور الابنفرين او نور ابنفرين بيشتغل على بيتا ريسبتور، لما يشتغل على بيتا يا دكتوره بقى يعمل فازو دايليتيشن، يعمل زي الاستايل كولين بالظبط، زي الاكسبشن. يعني عندك اثنين بيوسعوا الاوعيه الدمويه، عندك اثنين بيوسعوا الاوعيه الدمويه في سكتر ماس. اثنين لو طلع من السمباثيك نور ادرينالين او ادرينالين هيشتغل على البيتا ريسبتور توسع الاوعيه الدمويه في سكتر ماس، وهيطلع برده من بعض الفايبرز فيها برده سمباثيك، برده يطلع استايل كولين يوسع برده الاوعيه الدمويه، يساعدوا بعض عادي خالص. لكن تاثير مين اللي اقوى؟ هو الاستايل كولين مش النور ادرينالين على الاوعيه الدمويه بتاع السكليت المصري. جميل. غير لكن لما كنا بنتكلم عن السمباثيتك وبنقول مثلا بيزود مستوى الجلوكوز في الدم، يبقى كنا نقصد به ان السمباثيك ده لما يطلع ابنفرين. لما كنا بنقول ان السمباثيك بيزود عدد ضربات القلب ومش عارف ايه، يبقى معنى كده السمباثيك كان بيطلع ابنفرين. لما نقول السمباثيك بيعمل لايبوليسيس بيكسر الدهون عشان يطلع فري فاتي اسيد كتير، نقصد بها الابنفرين. لما نقول السمباثيك بيضايق الاوعيه الدمويه في معظم الجسم، يبقى دي مقصود بها النور ابنفرين. اي استفسار اخر؟ نكمل. ها حد يقرا السؤال يا رامي معايا على طول كده، السؤال لما يجي اقراه. يلا. هل نقدر؟ تمام. هل نقدر نسمي التقاء العصبين خارج الـ CNS سينابس ولا لا؟ كويس. شوفوا يا جماعة، عشان كمصطلح علمي لما عصب هو خارج من الـ CNS ده الـ Spinal Cord ده، وعصب خارج من الـ CNS وده الـ Spinal Cord، عصب خارج اهو هيقابل عصب تاني اهو، ده الـ Preganglionic وده الـ Post، يبقى منطقة الالتقاء دي خارج الـ CNS اسمها جانجليا. خلاص ده اللي هو التفسير العلمي الدقيق. يبقى عصبين لما يتقابلوا من خارج السي ان اس يطلق عليهم جانجليا، جانجلي. طب لما العصبين يتقابلوا جوه السي ان اس، يتقابلوا ادي عصب اهو، عصب اهو، وبعدين ده عصب جديد على فكره، ده عصب جديد اهو، عصبين، ده واحد وده الثاني. لما يتقابلوا جوه هنا، يتقابلوا جوه
يطلق عليهم سينابس. فالعصبين لما يتقابلوا جوه السينابس يطلق عليهم ايه؟ سينابس. وما الاحكيات بقى نيوكليوس او سنتر، يعني امتى اقول على المكان ده سنتر مركز او نيوكليوس؟ اذا كان خلي بالك السينابس دي هي اخر سينابس في الباسوي في المسار ده، يعني كده اخر واحده هيطلع منها الافرنت نيورون اللي هو ده اللي بيخرج منها الافرنت نيورون. اصل ممكن يكون اكتر من سينابس داخل السي ان اس، يعني تلاقي العصب ده داخل قام اشتبك في عصب، والعصب سلمه العصب، والعصب سلمه العصب تاني، اخر عصب في الباسوي، اخر عصب في المسار هيطلع منه الافرنت نير، هو اللي ده استطيع ان اطلق عليه كلمه سنتر بدلا من كلمه سينابس. لكن التشابك العصبي بين عصبين في الدي اي عصبين في الدنيا داخل السي ان اس يطلق عليه سينابس. امال مين اللي اقول عليه سنتر؟ هو العصب المكان التشابك اللي خرج منه الافرنت نير اللي هو ده اطلق عليه سنتر، يعني ده اطلق عليه سنتر. طب السينابس نشوف مثال كده، بص حضرتك معايا هنا، ادي عصب، ده مسار عصبي اهو، ده مسار عصبي هتاخدوه في سنه ثالثه ان شاء الله بالالوان. شوفهم اللون ده، اللون ده عصب، واللون الاصفر ده عصب ثاني خالص وقف هنا، والعصب ده عصب ثالث، ثلاثه اوردر نيرون يعني ثلاث اعصابهم دول ثلاثه، ده واحد خلص هنا دخل السينس اهو، وده الثاني كمل المشوار جوه السينس برضو، وده مكمل جوه المخ، وثلاث اعصابهم بيوصلوا لبعض. هي دي اللي بنقول عليها سينابس. الاعصاب دي التشابك ده هو التقاء العصبين هنا دول اسمه سينابس، والتقائهم هنا ده اسمه سينابس، هو ده السينابس، التشابك العصبي جوه السينس جوه السبانال كورد وجوه المخ اهو، ده اسمهم سينابس. لكن التشابك العصبي خارج السينس اهو اسمها جانجليا. طب ايه يعني كلمه سنتر بقى ونيوكليوس ومش عارف ايه الكلام من ده؟ السنتر يا جماعه تاني، السنتر هو اخر سينابس يخرج منها الافرنت نيورون. العصب اللي هيخرج، العصب اللي خارج ده خارج من دي، يبقى دي يطلق عليها سنتر بدل ما بقولش عليها سينابس بقى، مع انها في الاصل سينابس، في الاصل سينابس، لكن هي طلع منها العصب الاخير يستطيع ان يطلق عليها كلمه سنتر. ده الكلام بقى اللوجيك، الكلام العلمي، خلاص خلص العلم اهو بقى. تعالى بقى من الناحيه المجازيه، شوف انا اقول الكلام واضح، من الناحيه المجازيه مش من الناحيه العلميه الدقيقه. بنطلق على التشابك العصبي مع اي اورجن، اي اورجن او غده او عضله اهو، ده عضله اهو، ده عضلات اهو، التشابك العصبي بقى مع الغده دي او مع العضلات دي، او هنا بنطلق عليه سينابس. سينابس ده للمره المليون، ده تعبير مجازي. التعبير الدقيق لكلمة سينابس هو التقاء عصبين جوه السينس. لكن عندما يشتبك، بس كلمة سينابس يعني اشتباك، عندما يشتبك العصب ده الخارج من السينس ده، عصب بره السينس، ده بره السينس، عندما يشتبك مع أورجان أيا كان الأورجان ده، غدة أو عضلة، يطلق عليه سينابس. يبقى لو العصب عمل سينابس، عمل سينابس هنا بالتعبير الأدبي وليس التعبير العلمي، يعني بتعبير الكلمة أدبيا، هي معنى الكلمة يشتبك، خلاص ناخدها يشتبك. عندما يشتبك العصب مع غدة اسمه سينابس، المنطقة دي اسمها سينابس اللي هي بين العصب والغدة. عندما يشتبك مع عضلة سواء القلب ولا غيره اسمها سينابس. مجازيا للمرة المليون، مجازيا، لكن كلمة سينابس في العلم، في العلم هو التقاء عصبين جوه السينس. كلمة جانجلا التقاء عصبين خارج السينس. دي مش جانجلا يا حضرات، دي مش جانجلا يا حضرات اللي موجودة في الدور زروت جانجلا دي، ده عصب عادي خالص، ده واحد عصب عادي خالص، دي مش محطة يا حضرات، دي سميت جانجليا برضو تعبير مجازي، اسمها دورز الروت جانجليوم، ده تعبير مجازي، هي مش جانجليوم، دي مش جانجليوم. جانجليا هي قدامكم تشابك عصبين مختلفين اهو، لكن دي عصب واحد، دي السيلباد بتاع الخلايا العصبيه، طلع منها تو بريفرال برانش وسنترال برانش، وده الاكزون بتاعها اهو، ويسموها سودو يونيبولار سيلز الخليه دي من تصنيف الهيستولوجي. سميت جانجليا بصوره مجازيه وليست صوره حقيقيه، اسمها دورز الروت جانجليون، مش دي مواصفات الجانجلا الحقيقيه اللي هي منطقة اتقاء عصبين، لكن دي خليه عصبيه عاديه خالص طلع منها اكزون، يتقسم الاكزون الى جزئين، جزء طرفي يجيب هنا وجزء سنترال يدخل السينس كده، دي خليه عصبيه واحده مش التقاء عصبين. جانجليا هي التقاء عصبين اهي، لكن ديت اسمه تسميه مجازيه. اي استفسار تاني؟ طيب دكتور، يعني باختصار شديد اللي العمليه التشابك اللي يصير بين البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك هذا ما نسميه سينابس نهائيا، نهائيا اسمها جانجلي. تمام. خارج السينس، خارج السينس بري جانجليونيك او بوست، ده اسمها دي جانجلي، امال سميناها بري جانجليونيك ليه؟ عشان دي جانجلي.
طيب التشابك انت قلت انه تعبير مجازي التشابك بين العصب والعضله او الغده نسميه مجازيا ساينابس. لكن ده انا قلت انا كويس ان انت مجازيا، لكن ممكن اقول عليه بقى خلي بالك، بص اقول عليه مسميات اخرى. ركز معايا، له مسميات علميه بقى. ايه المسمى العلمي؟ لما العصب يقابل الغده اسمه نيورو ايبيثيليال جانكشن. هذا بقى التسميه العلميه بقى، مش لكن ساينابس ده تاثير مجازي عام، لكن التاثير العلمي الدقيق التسميه العلميه الدقيق. العصب لما يروح للغده اسمه نيورو ايبيثيليال جانكشن، لما العصب يروح للعضله سواء سموث ماسل او كاردياك او اي حاجه اسمه نيورو ماسكولار جانكشن. نيورو ماسكولار جانكشن. عرفت التاثير التسميه العلميه والمجازيه؟ لكن كلهم كده اسمهم ساينابس. لكن ساينابس دي مش وصف علمي دقيق اللي في الاورجان دي، لكن عشان وصف علمي دقيق، العصب عندما يقابل غده اسمه نيورو ايبيثيليال جانكشن، العصب عندما يقابل عضله اسمه نيورو ماسكولار جانكشن. اللي بعده يا ابني السؤال الذي يليه. دكتور الانتر نيرون تعتبر ساينابس؟ شاطره. انتر نيرون تعتبر، مش الانتر نيرون، انت تشابك الانتر نيرون مع اي عصب جنبها اسمه ساينابس. طيب ارجع انا عشان اوضح لك الرؤيه دي يا دكتور. هو هتعرف ايه فين الانتر نيرون في الرسمه دي اللي هي بتاع انهي لون الانتر نيرون في الرسمه اللي قدامك دي؟ انهي لون، انهي كلر؟ الاحمر دي ولا الاصفر دي ولا الازرق دي؟ الاصفر. الاصفر. الاصفر انتر نيرون. كل دي اسمها انتر نيرون. شوف كده، كل ده كده اسمه انتر نيرون، كل دي اسمها انتر نيرون، كلها كده. وتشابكها مع دي كده مع دي اسمها ساينابس، وتشابكها مع دي مع الازرق اسمه ساينابس. خلاص نكمل. سؤال بعد يا رامي. How much blood flows into the bloodstream due to the contraction of smooth muscles and the splenic capsule? انا مش فاهم اللي قال السؤال ده يفهمني. اعتقد دكتور يقصد لما يصير contraction للسبلين كم كمية الدم اللي يخرج منه. يا بس انه تحت ده مثلا اللي تحت اصل السؤال تاني نفس القصة نفس المفهومة وتحت اقرا كده. مرة مكتوب ايه؟ مرة مكتوب في سلايدات 250 ومرة 500 ملي. ارجع لمعلومة الارقام في جسم البني ادم الجسم البشري. ارجع لمعلومة الاقلام وانا الارقام وانا نوهت هذا الموضوع كثيرا ومرارا في المحاضرات. الجسم البشري لا نتعامل معه كآلة ثابتة، لا نتعامل معه كآلة ثابتة. كل المعدلات كلها بتخضع لرينج يعني يتراوح من إلى، لكن ما أقولش أبسوليوت فيجر كده. إذا أنا قلت رقم كده فده أعتبره المتوسط، لكن أنا لما أقول أي رقم في الطب يا جماعة أقول لك ضربات القلب أقول لك 70. غلط ما تعممهاش. قبل ما أقول لك ضربات قلبك كام قول أنا عمري كام وأنا ولد ولا بنت وأنا كبير ولا طفلة. يعني انا شيخ هرم ولا طفل صغير قبل ما اقول لك ضربات قلبك الطبيعيه كام. اذا الارقام في الطب مش قوانين ثابته الا في حاجات معينه هنعرفها، مش قوانين ثابته. اما اقول لك معدل الجلوكوز في الدم يتراوح من 70 الى 120 هقول لك غلط. شوف هقول لك غلط، معنى ده النورمال المعروف في الكتب. هقول لك غلط. طب غلط ليه يا دكتور؟ انت ما قلتليش الطريقه اللي انت عملت بيها تحليل الجلوكوز، الفحص بتاع الجلوكوز عملته بانهي طريقه؟ حسب الطريقه ممكن يختلف النورمال ده بطريقه الفحص. قول لي انت عملت جلوكوز في الدم ده، خدت عينه من المريض دخلتها في انهي جهاز؟ في انهي جهاز؟ حسب نوع الجهاز يختلف النورمال. ممكن يكون من 80 ل 120، من 70 ل 110، من 60 ل 100. حسب مين يا حلوين؟ حسب انا استخدمت انهي طريقه في تعيين مستوى الجلوكوز في الدم. اذا الكلام ده لازم يبقى واضح لحضراتكم وانتم صغيرين او لسه في بدايه كليه الطب. مفيش حاجه عندنا اسمها ارقام ثابته. وعشان كده هل لما اجيب واحد، ركزوا معايا، لما اجيب واحد وزنه مثلا 100 كيلو وواحد وزنه 50 كيلو، هل كميه الدم عند ده هي دي؟ هل كميه الدم اللي في الدوره الدمويه عند الشخص اللي وزنه 100 كيلو هم نفس كميه الدم اللي عنده 50 كيلو وزنه؟ لا. وفي قانون بيخضع الحكايه دي، هيقولوا لكم بقى وهتسمعوا بتقولوا لك ايه؟ ان البني ادم عنده 5 لتر دم. هقول لك غلط. شوف انا هقول لك غلط، ما المعلومه دي خاطئه، لازم تكون مصحوبه بحيثيات. 5 لتر دم دي في واحد عنده 20 سنه طوله 170 سنتي وزنه 70 كيلو، يبقى ده 5 لتر دم. طب اي حد تاني يا دكتور اتصرف معاه ازاي؟ اقول لك اضرب المعادله دي عشان تجيب اي حجم دم في اي حد فيكم. اضرب 80 ملل
80 ملي لتر في وزنك بالكيلوغرام يطلع كميه الدم اللي في جسمك بالملي لتر. عرفت بقى اجيبها ازاي بدقه؟ يبقى لما اقول لك هل هات لي كميه الدم اللي عندك في جسمك تطلع كام؟ يعني انت وزنك مثلا 80 كيلو، اضرب 80 كيلو في 80 ملي لتر يطلع كميه الدم اللي المفروض انت بتاعك الطبيعي بتاعك انت. ارجو للمره المليون اؤكد على هذه المعلومه، الطب المريض ليس اله فيها ارقام ثابته، هذه الارقام بتختلف باختلاف العمر، باختلاف الجنس ذكر ام انثى، باختلاف الحاله بنيه الجسم هل هو رياضي ولا مش رياضي، في معايير كثيره، هل هو بتاع ده رجل شيخ كبير ولا طفل لسه مولود، المعايير تختلف والارقام تختلف. يبقى بقول لك من 250 ل 500 يبقى ده الطحال، الطحال ده 250، الراجل ده وزنه قليل ولا وزنه كبير؟ الوزن بتاع جسمه كبير. وهنا لما هنا لما قلت 500 بوزن كبير ولا قليل؟ كبير. خلاص حسب كميه الدم في كل واحد حسب وزنه يا جماعه، مره جه 250 مره 500، اللي قاعد يتصيد الارقام ورايا ده طريقه خاطئه في الطب، طريقه خاطئه في الطب. هو مش فاهم انا بقول ايه، ما هو مش فاهم احنا اتكلمنا في ايه. الكلام ده انا قلته كتير، ولو برضه هتلاقي في سؤال نفس الحيثيه دي عن معادلات الصوديوم، واحد كاتب لي انت كاتب حضرتك يا دكتور مره 140 ومره 145 اعمل ايه؟ اشد في شعر اللي وقع، هو شعر وقع خلاص، اشد فيه اكتر من كده يعني؟ ايه اللي 140 145 ده يعني؟ يا ابني او يا ابنتي هناك قلنا رينج، عندما تعبر عن الرقم بتقول من يتراوح من الى. اذا كنت قلت انا في الرينج الطبيعي خلاص، اما اقول لك الصوديوم في الجسم يتراوح من 130 ل 145 ده طبيعي بس. 130 145 اقول لك 135 تبقى صح، اقول لك 140 تبقى صح، 145 تبقى صح، طالما في الرينج الطبيعي. هذا الكلام اللي انا اقصده يا دكاتره، يا دكاتره. انا عشان كده ما بحبش اجيب الارقام في الامتحانات، ارقام اي حاجه في الامتحانات الا ما يكون الا اذا كان رقم ثابت ومحدد المعالم، رقم ثابت ومحدد المعالم. لكن ما بجيبش انا ارقام كده عشوائيه. في ارقام ثابته عندكم، خلي بالكم مش عايز احرق اي سؤال في الامتحان، في ارقام عند حضراتكم ممكن تيجي في الامتحان ارقام ثابته كده ما قلتش فيها رينج، في حاجات كده انا كاتبها ثابته كده اهو ما جبتش فيها رينج يتروح مين، وما اختلفتش زي ما اختلف ده كده. الطحال في 250 ملي ولا 500، في كده وفي كده، في ناس عندها 250 ناس عندها 500 برضو. الصوديوم 135 ولا 140 ولا 145 ده رينج برضو، لكن في حاجات فيها ارقام محدده، اللي في رقم محدد يجي سؤال، اللي فيه ارقام رينج ده يبقى هجيب لك في الامتحان الرينج، مش هجيب لك رقم كده. او هقول لك قول المتوسط، متوسط يبقى اي رقم يقع في النورمال رينج، في الرينج الطبيعي، في الحدود الطبيعيه لهذا المعدل. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. ده السمباثيك اللي رايح للطحال ومش عارف عشان ينقبض الكلام اهو، هو مكتوب 250 ملي، لكن دي تبقى ممكن تبقى كام دي؟ ممكن هو يكون يخزن اكتر من كده حسب وزن مين يا حضرات؟ وزن الرجل او الشخص، حسب وزن الجسم. وانا قلت تحسبه كميه الدم اللي عايز تحسبها بالظبط، تحسبها زي ما انا قلت المعادله دي، اضرب 80 ملي لتر، 80 ملي لتر في وزنك بالكيلوغرام يطلع كميه الدم بتاعتك انت بتاعتك انت شخصيا مش بحد تاني. حد يقول السؤال ده البلد فيسلز مو مستقبلاتها عبارة عن مستقبلات أسيتايل كولين، لأنه مكتوبة في السلايدات أنها مستقبلات نورادرينال كمان، يعني مكتوبة الاثنين في السلايدات. البلد فيسل دي تخضع، بلد فيسلز تخضع للسمباثيك انرفيشن، وركزوا في الحتة دي برضه عشان ده سؤال حلو، ده سؤال أحترمه. ليه بقى أحترمه؟ البلد فيسلز التغذية الدموية بتاعتها ده في الجسم كله دكاترة، مش خاص بالأسكليت المصر، الجسم كله اهو، الجسم كله التوعية الدموية تخضع للتغذية الدموية من السمباثيك اساسا، والباراسمباثيك الى حد ضئيل. الاوعية الدموية في جسمنا المصدر الرئيسي بتاعها في الاعصاب هو السمباثيك، الباراسمباثيك بيغذي الاوعية الدموية بنسبة قليلة. عندما يغذي السمباثيك الاوعية الدموية يبقى المستقبلات اسمها بيتا او الفا، يبقى هيشتغل عليها النور ادرينالين ده بتاع السمباثيك. لما الباراسمباثيك يشتغل على الاوعيه الدمويه هيطلع استايل كولين، والاستايل كلها مستقبلات على الاوعيه الدمويه اسمها ماسكارينيك. يبقى بتختلف المستقبلات باسم الكيميكال ترانسميتر. لو الكيميكال ترانسميتر استايل كولين جاي من الباراسمباثيك زي ما قلت لحضراتكم، لو انتم خدتوا بالكم، انا عارف تاخدوا بالكم وانتم بتذاكروا ولا لا،
لما قلنا مثلا في الباراسمباثيك للابدومين، باراسمباثيك للجهاز الهضمي بيعمل فازودايليتيشن، عملها ازاي الباراسمباثيك في الجهاز الهضمي؟ باراسمباثيك بيطلع اسايل كولين في نهايته، يشتغل على المسكارينيك ريسبتور في الاوعيه الدمويه يوسعها. لما قلنا ان السمباثيك بيعمل فازوكونستريكشن في الاوعيه الدمويه بتاعه الجلد مثلا السكن، يبقى ازاي بس السمباثيك هيطلع نور ادرينالين، هيشتغل على الالفا ريسبتورز اللي موجوده في الاوعيه الدمويه عشان يضيقها. يبقى الريسبتور تختلف باختلاف نوع الكيميكال ترانسميتر اللي هتشتغل عليه، وهم نوع الكيميكال ترانسميتر متوقف على نوع العصب، هل هو سمباثيك ولا برا سمباثيك. الكلام ده طبعا يشمل الاكسبشنز الاستثناءات. عندنا السمباثيك بيطلع استايل كولين في ان هو الاوعيه الدمويه بتاعه السكليتال ماسل والسويت جلاند، ما بيطلعش نور ادرينالين، اذا المستقبلات هتتغير باختلاف النقل الكيميائي اللي هو الاستايل كولين. يبقى لازم يكون مسكرينك بقى، مش هيبقى الفا ولا بيتا ادرينرجيك، يعني مش هو بتوع السمباثيك، يعني الالفا والبيتا دول بتوع النور ادرينالين، لكن المسكرين ده بتاع الاستايل كولين. مع ان السمباثيك هو بيطلع ده اكسبشن يا حضرات، ده استثناء. سمباثيك بيطلع استايل كولين في السكليتال ماسل، الاستايل كولين ده يشتغل على الاوعيه الدمويه في السكليتال ماسل عن طريق مستقبلات اسمها المسكرينيك. اللي جاوب السؤال ده اللي قال السؤال يناقشني، شوفوا عايز ايه بالظبط. دكتور ايوه، مو انا اللي سالت السؤال، بس انت كلامك كله باختصار انه في الباراسمباثيتك عندي اسيتال كولين في يطلع من البوست، وعلى ولما يوصل برضه لنهايه العصب حيكون برضه اسيتال كولين، صح؟ اسيتال كولين مسكرينك، صح. وفي السمباثيتك حيكون مسكرينك في الاوعيه الدمويه برضه، مسكرينك توجد في الاوعيه الدمويه برضه هيوسعها. وفي السمباثيتك حيكون اسيتال كولين، بعدين في البوست جانجليونك حيكون نور ابينفرين او ابينفرين، وفي استثناءات اللي هي الجلاند زي ما قلت والبلاد فيسلز او سكيليتال ماسلز، معلش. صح 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 يا فكرة. دكتور، ايش دور النيكوتينيك اللي في النص؟ النيكوتينيك دي يا ابني بتاع الاسيتال كولين دي في الجانجلي، دي مستقبلات التقبلات اللي في الجانجليا اللي بتستقبل الاستايل كولين اللي طالع من البريجانجليونك اسمها نيكوتينيك ريسبتور، عشان توصل من البري للبوست. النيكوتينيك يا ابني موجود على البوست جانجليونك اللي موجود في الجانجليا عشان يستقبل الاستايل كولين اللي طالع من البريجانجليونك. غيره موجودة في الاثنين، في البارا والسمباثيتك، في البارا سمباثيتك وفي سمباثيتك. ايوه، دي ثابتة في الاثنين ما بتتغيرش. النيكوتينيك دي في البريجانجليون جانجلي يعني زي بعض. السؤال اهو، حد يرى السؤال ده؟ الكرينيال في بعض الكرينيال نيرز وظائفها مختلفة بين السلايدات، من الصح؟ انا عايز فين الاختلاف، قول الاختلاف وانا اقول لك. اعتقد اقصد اخر اثنين دكتور، اللي هي في الفسيولوجي مكتوبه ميكست، وفي الاناتومي مكتوبه موتر. اعتقد ده كلام جميل، اللي هم اخر اثنين، مش كده؟ ايه الاجابه كالاتي، وانا يمكن وضحت الاجابه دي لزمايلكم في جلسات البي بي ال، بس ما اعرفش هو حدش بقى بلغ الرساله. يعني انا وضحت الاجابه دي كالاتي. اولا في كتب الفسيولوجي هتلاقي ده اللي مكتوب عندنا اهو، مكتوب بناء على ايه؟ بناء على ايه الكلام ده؟ يعني بناء على ان العصبين الاخرانيين دول مكتوب عندهم في التكست في المراجع، شوف مينلي اسم، شوف يا ابني انا بقولها ازاي، مينلي موتور. تفهم من ايه؟ من كلمه مينلي موتور، هل يبقى بيور موتور ولا ممكن يبقى في سنسوري؟ يكون في سنسوري، ممكن في سنسوري. ها يعني لما اقول لك هذا العصب ميلي موتور يعني معناه ايه؟ تفهم ايه يعني؟ الاغلب موتور، ممكن يكون على الاغلب موتور، الاغلب موتور ونسبه بسيطه سنسوري. فالبعض التسهيل اللي حضراتكم البعض الزملاء او ما اعرفش بقى انتوا سمعتوا المعلومه دي فين، بقول لك موتور وخلاص وريحنا دماغنا، قلنا معظمه موتور لكن مش بيور موتور، فهمتني؟ هو معظمه بيشتغل موتور والسنسوري فيه قليل، وبقى قالك خلاص ما نعتبره موتور وخلاص.
لكن انا بتكلم من الناحيه الوظيفيه الدقيقه في الاستراتيجيه بتاع الناحيه الوظيفيه الدقيقه، الوظائف بدقه، الوظائف بدقه هو اللي انا كاتبه ده بقى. اعصاب الاحساس فقط زي ما قلنا 128 رقم 1 و2 و8 اهو دول سنسوري فقط اهو. الموتور فقط لا يشبههم شائبه الاحساس خالص بتوع العين 3 و4 و6 اللي بيغذوا عضلات العين اهو دول دول. الباقيين دول يشبههم بقى الاثنين. وعلى فكره على فكره الميكس دول يعني في الفيس ده اهو، فيس ده الترايجمنال ده الاحساس فيه اكتر من الموتور، خلي بالك اهو. يعني لو انا هتكلم بنفس الطريقه هكتب ان هو سينسوري سينسوري، هكتب سينسوري لان الاحساس في الترايجمنال ده اكتر من الموتور، هنا السنسيشن اكتر من الموتور. طيب في ايه تاني؟ جلوس فارينجيال نفس القصه، السنسيشن بتاعه اكتر من الموتور. الفيجاس ده اللي ميكسد ميكسد يعني استوى فيه الموتور مع مع السنسيشن. لكن دول كده دول اساسا ميلي موتور، الموتور كتير جدا والسنسيشن قليل جدا. بس انا مش هتكلم في الموضوع ده اكتر من كده، وصلت الرساله. معنى انه سنسوري يعني ما يكون فيه عصب افرنت بس افرنت إيه؟ يعني ايوه مفيش افرنت. لا مفيش افرنت يا حبيبي، لا مفيش افرنت. ده بيجيب الاحساس هنا مثلا من الاير يوصله للمخ وخلاص، خلص الرساله بتاعته على كده. وبرضو يعني انت لو في الدراسات العليا كلامي معاك مختلف، انت لسه اندر جراديويت تستر في كليه في سنه ثانيه. طب مش انا بقول انا مش عايز الخبطكم، بس انا ممكن اسقط سيادتك لو انت قلت لي ان ده بيور سنسور وانت وانت بتمتحن امتحان الدكتوراه، مش طالب لسه في البكالوريوس ولا في الماجستير. لو قلت لي ده بيور سنسوري اسقطك، فهمت؟ اسقطك، اعمل لك عمليه رسوب، اقول لك ذاكر كويس وتعالى لي في تفاصيل دقيقه يا ابني، مش على مستواكم انتوا بقى، خلاص على مستوى الدراسات العليا الطلبه بتوع الماجستير والدكتوراه. اما يقول لي ده بيور سنسوري اقعد استنى منه الاجابه. وبعدين يا دكتور طب ندخل في التفاصيل شويه يا دكتور، الهير سيلز جوه الكوكليا، جوه الكوكليا في القوقعه بتاعه الودن ما بتتقسمش افرنت وافرنت وسنسوري وموتور كده ولا ايه؟ مع ان العصب ده سنسوري يا سبحان الله، لكن بيروح له افرنت وفي افرنت ولا يعني انا مش عارف في تفاصيل دقيقه، لكن على مستوى حضراتكم هو ده الكلام اهو، هو ده الكلام اهو. لكن هناك في كلام اخر يلزم الدراسات العليا لما تاخد دكتوراه بقى وتبقى كبارة كده عندك 45 سنه يبقى نتفاهم خلاص. لكن ده اهو ده الكلام اللي تعرفوه حاليا، ما تدخلش في تفاصيل، دي التفاصيل اللي تخصكم حضراتكم غيره. طب انا عايز واحد اروبا كده اهو، بمناسبه الناس الدراسات العليا والطلبه العاديين. لما اقول لك النور ادرينالين بيعمل ايه في ضربات القلب تقول لي ايه؟ هو النور ادرينالين ده بتاع ايه؟ النور ادرينالين تبع ال بلاد فيسلز. بلاد فيسل ايه يا ابني؟ يعني تبع انا عصب سمباثيك ولا برا سمباثيك؟ سمباثيك. سمباثيك حلو، تبع السمباثيك. النور ادرينالين ده تبع السمباثيك، بيعمل ايه في ضربات القلب؟ يزيدها. قول حد يسمعنا كده. يزيدها يا دكتور، يزيد لان السمباثيك بيزود ضربات القلب مش كده؟ ده اقبله منك وانت طالب لسه في سنه ثانيه طب كده زي كده، يعني اقبله منك زي الفل. امتحان الدكتوراه اسقطك يا حبيبي، اقول لك روح معلش ذاكر تاني وتعالى خلاص. اقول لك ليه بقى كده؟ اقول لك انا بقى، لان لو انت خدت بالك وانا بشرح دلوقتي، لو خدت بالك الابنفرين ولا نور ابنفرين اللي بيشتغل على القلب على الهارت مين فيهم؟ نور ادرينالين ولا الادرينالين؟ أدرينالين. السؤال الفرق بين اللي انا كنت قلت الوقت حالا، الفرق بين الادرينالين والنور ادرينالين، مين بيشتغل على الهارت؟ الادرينالين ولا النور ادرينالين؟ ابنفرين ولا نور ابنفرين؟ ابنفرين. الابنفرين مش النور ابنفرين، لكن سؤالي ليك دلوقتي كان نور ابنفرين. يبقى انت تقول لي كده تجاوب اول سؤال اول غلطه تقول يا دكتور لا هو مش النور ابنفرين اللي بيشتغل على القلب، ده الابنفرين اللي بيشتغل على القلب. يبقى ده الاجابه اللي المفروض تقولها لي. الابنفرين هو اللي بيشتغل مش النور ابنفرين طبعا. طب افترضت يا ابني، شوف بقى السؤال بقى. لو افترضت الابنفرين هو اللي بيشتغل على القلب ماشي هيزود ضربات القلب، طب النور ابنفرين بقى ملوش تاثير على القلب خالص؟ يا مسهل، اذا كان الابنفرين هو اللي بيزود ضربات القلب في السمباثيك، طب النور ابنفرين ملوش تاثير على القلب خالص يعني ولا ايه؟ كله له تاثير بس مين للابنفرين؟ مين للابنفرين بس له تاثير يكون النور ابنفرين هيعمل ايه بقى؟ هيزود ضربات القلب ولا يقللها؟ طب الابنفرين كان بيزود،
طب النور ابنفرين هيزود قدرات قلبه ولا يقللها؟ يقللها. هيقللها. شاطر يا دكتور، بس لو عرفت بقى وحييك، لو عرفت بيقللها ازاي وحييك. بيقللها ازاي؟ هو نور ابنفرين بيقلل ضربات القلب يا جماعه، نور ابنفرين بيقللها ازاي بقى؟ عشان ياخذ السايت حق اللي بنفرين. لا لا لا. لا لا لا، بيقللها ازاي؟ بيوسع البلد فيشن. اقول لكم عشان انهي الجل، انهي القصه دي. نور ابنفرين بيشتغل اكتر على ايه في الجسم؟ على اقل لسه قايلينه في السلايد حالا دلوقتي، الباراسمبثيتك بلد فيزل. بيشتغل على انهي عضو في الجسم؟ نور ابنفرين بينشن على مين اكتر؟ بلد فيزلز. بلد فيزلز، على بلد فيزلز. نور ابنفرين بيشتغل على الاوعيه الدمويه والتاثير الشائع، بيضيقها ولا يوسعها؟ يوسعها. مين اللي بيتكلم بالصفه كده يا جماعه؟ يا جماعه نور ابنفرين بتاع السمباثات، الريتم ده بتاع السمباثات، والسمباثات التاثير الشائع بتاعه على الاوعيه الدمويه ايه؟ فازو كونستريكشن. الصحه دي منين؟ فازو كونستريكشن. يبقى السمباثاتك بيطلع نور ادرينالين على الاوعيه الدمويه، يضيقها. ده الاساس، ماليش دعوه باستثناءات، ده الاساس في السمباثات، بيضيق الاوعيه الدمويه. لما تدي الاوعيه الدمويه يا ابني الضغط يعلى ولا يوطى؟ ضغط الدم يعلى. 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 لما الضغط يعلى هناك علاقه عكسيه، هناخدها في الترم الثاني ان شاء الله، علاقه عكسيه بين ضغط الدم وبين ضربات القلب. لما الضغط يعلى ضربات القلب تقل، لما الضغط يعلى ضربات القلب تقل. يبقى النور ادرينالين قلل ضربات القلب بصوره غير مباشره عن طريق رفع ضغط الدم، والضغط لما علا اما قلل ضربات القلب. يبقى النور ادرينالين تاثيره على الهارت ريت بيزيد ولا بيقلل على ضربات القلب؟ يقلل. عن طريق تاثيره على الاوعيه الدمويه ورفع الضغط. لكن الادرينالين ده بيشتغل مباشره على القلب، مباشره على القلب، مباشره دون وسيط. النور الادرينالين بيشتغل على القلب على طول، على الهارت، ويرفع ضربات القلب على طول. الله، يعني هناك تاثير، يعني الدنيا متغيره خالص اهو. ليه متغيره الدنيا؟ مش زي ما انت متخيل كده الامور ماشيه سلسه كده. الادرينالين ده كل جمله نقصدها. الكلام ده انا بقوله ليه؟ عشان الناحيه الاكلينيكيه يا دكاتره، عشان هتتعامل مع المريض ازاي. واحد يقول ايه بقى؟ انا هقول لك. انا واحد جالك الاستقبال وفي حاله كاردك ستاند ستيل، يعني قلبه واقف، واحد قلبه واقف، جالك في حادثه وقلبه واقف في طوارئ المستشفى، هتعمل معاه ايه كدكتور؟ من ضمن الاجراءات اللي بنعملها معاه ان احنا بنحقنه في القلب. شوف، بنجيب حقنه ونعبيها ادرينالين ونحقنها في صدره في القلب على طول عشان يشغل القلب، والقلب يدق وينقبض تاني. هل هنا بقى انت مش لاقي ادرينالين في الاستقبال بتاع في الطوارئ، ممكن تحط بدل ادرينالين نور ادرينالين؟ لا، حاله اسعاف هذا المريض عشان تحيي مره اخرى الحياه باذن الله ان شاء الله. هل ممكن لا يعني هل ممكن استعمل نور ادرينالين بدل من الادرينالين في هذه الحاله؟ لا 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 لا. ليه؟ لا ليه؟ لا سوي فاسو كونستراكشن. لو استخدمت النور الادرينالين يبقى انت بتقول له باي باي بالسلامه، جوتو الله على المقابر على طول. ده اللي انا اقصده، ان احنا ما بنقولش الكلام ده جزافا، ما بنقولش الكلام ده عشان احنا بنتكلم في العلم كده، وكلام اهو كلام وخلاص. مش كلام وخلاص، حياتك العمليه متوقفه على كل سطر بنقوله كده، وكل سطر نقصده الناحيه العلميه. اما اقول لك احقن العيان ادرينالين بادرينالين، تسمع الكلام، ما تحلوش نور ادرينالين بقى، قلت لهم بيشتغلوا زي بعض وخلاص. ما بيشتغلوا زي بعض يا حبيبي، انا لسه اثبت لك حالا دلوقتي ده بيعمل ضربات القلب وده بيعمل ايه. يبقى عيال اللي هيموت او ميت وقلبه وقف، من ضمن الاجراءات اللي بنعملها الاسعافيه اللي بنسميها عمليه الانعاش، من ضمن الحاجات، مش دي الحاجه الوحيده، بنحقن الادرينالين في القلب مباشره. ما ينفعش احقنه نور ادرينالين. انا مش هتكلم في الموضوع ده كتير. ايه اللي بعد اللي بعد؟ قول بقى، حد يقرا السؤال ده انا جاوبت عليه. كم النسبة الصحيحة للصوديوم من اكسترا سيلولار فلويد؟ لانها مرة مكتوبة 140 ومرة 145. رد انت، اللي بيتكلم يرد بقى، رد انت حبيبي بدلا مني. ارقام تختلف ما بين شخص لشخص. بس يعني هو افريج، عندنا رينج معين نمشي عليه. صح كده، ماشي. اقرا السؤال ده، السؤال ده ايه؟ حد يقرا. بالنسبة لللاترن هورن، هل هي موجودة في جميع السيجمنتس اللي تختص بالباراسمبثيتك والسمبثيتك؟ يعني حتى في الكرينيال سيجمنتس حقت الباراسمبثيتك اللي مو من ضمن منطقة الحبل الشوكي، وبالنسبة للسيجمنتس المذكورة حقت الباراسمبثيتك والسمبثيتك زي L2 L1 حق السمبثيتك، هل المعني فيها سيجمنتس اللي من الحبل الشوكي أو العمود الفقري؟ لأن عرفنا أن قطع الحبل الشوكي والعمود قطع الحبل الشوكي والعمود الفقري لهم أسماء. لهم أسماء إيه؟
عايز اعرف الجملة الأخيرة دي معناها ايه؟ نفس الاسماء. ايه؟ ليهم نفس الاسماء يعني زي مثلا L1 L1 زي كده. حد يعرف يجاوب منكم قبل انا ما اجاوب؟ حد من الطلبة يعرف يجاوب السؤال ده قبل ما اجاوب؟ اللترال هور دكتور انا اعرف انه اللترال هور موجود بس من الثراك واللمبر، يعني كل الثراسيك واللمبر اللي هو 1 و2. ايش اللترال هور والباقي حق هذه في سبينال كورد؟ صح، انت جاوبت السؤال، انت جاوبت خلاص. اذا حته ان هو يقول لك الكرينيال سيجمنت فيها مش عارف هي تبع الحبل الشوكي، مين اللي قال كده يا دكاتره؟ يا ابني كرينيال يعني في المخ، والحبل الشوكي ده على السبينال كورد. ايه اللي جاب الكرينيال؟ ايه الكلام ده؟ منشا الباراسمباثيك جزئين، جزء من المخ اسمه كرينيال وجزء من الحبل الشوكي اسمه ساكرال. ولا ده ولا ده فيهم لاترال هورن سيلز؟ الساكرال ما فيش فيها لاترال هورن سيلز، وما فيش في الكرينيال، لان كلمه لاترال هورن دي مصطلح لا يطلق الا على السبينال كورد، لا يطلق على المخ على الاطلاق. يعني اللي كاتب السؤال انا مش عارف هو عايز ايه، يعني هل الكريهات حتى في الكرينيال سيجمنت حقت اللي هو ما مش عارف ايه. يعني احنا قلنا الكرينيال ده ملوش علاقه، وقلنا ما فيش حاجه اسمها لاترال هورن سيلز في المخ عامه، اذا الكرينيال دي ما فيش فيها لاترال هورن سيلز اصلا. المصطلح ده لا يوجد تشريحيا الا في اللاترال هورن، الا في السبينال كورد الحبل الشوكي. مش حاجه اسمها في المخ لاترال هورن خالص، مش حاجه اسمها كده. والباراسمباثيك عمره ما بيطلع من اللاترال هورن، حتى لو طلع من السكرال بتاع السبيد، لان السكرال ما فيش فيهم لاترال هورن. هذا المصطلح زي ما قالت الدكتوره دلوقتي، لاترال هورن ده مصطلح خاص بالسمباثيك فقط، سمباثيك فقط اللي طالع من الثراكولامبر ريجون فقط، اي منطقه ثانيه في السبينال كورد لا يوجد بها لاترال هورن. المصطلح ده خاص بالسمباثيك فقط في الثراسيك ريجون واللامبر 1 و2 فقط، مش موجود في حته ثانيه بقى، ولا بقاره ولا كلام من ده، ولا حتى بقيه ولا حتى بقيه الباراسمباثيك في السبينال كورد اللي هو السكرال، اللي يعني مفيش فيه لاترال هورن سيلز. اللي قصده حاجه ثانيه غير اللي بنقوله ده يكلمني. لا دكتور هذا هو السؤال. طيب شكرا. ماشي اللي بعد. السؤال فوقه حد يقول السؤال ده. الكيميكال ترانسميتر جاي تحديدا في الادرينال هل يوجد جانجليا؟ ده جميل، سؤال جميل. بص كده، ده عصب البريجنجل يونت اللي طالع من السمباثيك، دي اللاترال هورن اهو بتاعت السمباثيك، دي اللاترال هورن اهو، دي الانتيريور هورن وده البوستيريور هورن، ده اللاترال هورن اهو طالع منه من الخليه دي اللاترال هورن سيلز اهو. اذا الخليه دي اطلق عليها سنتر ولا سينابس ولا جانجليا؟ ده ايه اطلق عليها ايه اللي طلع منها البريجنج يونت دي؟ سنتر اللي بيطلع منها العصب اسمه سنتر. يبقى العصب اهو طالع اهو، طالع من اهو من الخليه دي لاترال هورن سيلز اهي، العصب اللي رايح لادى الادرينال جلاند اهي. بصوا كده ده بريجنج يونت. الله، طب ما هو البريجنج يونت ده هيطلع استايل كولين زي اي بريجنج يونت، زي اي بريجنج يونت بتاع استايل كولين، المفروض بيوديه لعصب تاني يستقبله عشان يروح للغد، مش كده؟ يعني المفروض ان بريجنجليونك هيطلع السيل كولي، بعد كده يروح للبوست جنجليونك، بعد كده يروح للغده بقى. الكلام ده مش موجود كاستثناء في الادرينال مضله، مش ده استثناء هنا، ان 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 البوست جنجليونك العصب اللي هو البوست جنجليونك تحور تركيبيا ووظيفيا الى ان يقوم بوظيفه غده ويفرز ماده الادرينالين والنور ادرينالين. يبقى البريجنجليونك الجنجليا بتاعته العصب اللي هو يقف عنده هو كان عصب تحور في علم الامبريولوجي الى غده، العصب ده الى غده لها مواصفات خاصه بتفرز اللي هو خلال الكروموفين سيلز تفرز ادرينالين وادرينالين. اذا هو هنا بريجنجليونك فقط، هنا بريجنجليونك فقط، البوست جنجليونك هو انا بقى الغده نفسها، البوست ده هو بقى الغده نفسها، هو البوست هو الغده نفسها. يبقى انا ما اقدرش اقول في جانجليا هنا، مفيش جانجليا هنا، هو هنا ادى العصب اهو بريجنجليونك وقام عامل على الغده بقى اللي كان اصلها عصب. يا جماعه دي كان اصلها عصب وتحورت من الناحيه التركيبيه والوظيفيه الى ان تقوم بوظيفه غده،
هذا استثناء للسوبرايين المضلة، هذا استثناء. بس عشان كده كنا بنقول لوحده كده لوحده ان البريجنجل يونيك اوف ذا سوبرايين المضلة بيطلع استايل كولين. العصب ده بيطلع استايل كولين هنا، يوم ينشط الكروموفين سيلز في السوبرايين المضلة، والكروموفين تطلع المخزون منها من النور ادرينالين والادرينالين هنا اهو، طالع اهوت ويمشي في الدم وبقى يشتغل كهرمون. بقى الحاجات دي تطلع تشتغل كهرمونات اسرع الجسم كله. اللي سأل السؤال عنده استفسار غير اللي انا قلته؟ ترى انا عندي سؤال. قول يا ايه؟ يعني ترى اقدر اقول السوبر هيرين المدلة هي نفسها يعني جانجليا محورة والبوست جانجليونيك هو كروموفين سيلز. ايوه جانجليا محورة ولكن ليست ترو جانجليا، ليست حقيقية، محورة. والبوست جانجليونيك يكون الكروموفين سيلز. صح كده. بارك الله فيك. السؤال اللي بعده، السؤال تحته حد يقول لي هو ايه ده؟ السؤال ايه الفرق بين البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك بالفيسيولوجي؟ طيب انا عايز حد من الطلبه يجاوب السؤال، يعني نيجاتيف يعني بوزيتيف؟ بوزيتيف فيدباك يعني ستيمولس يوصل للريسبتور ويخليه يزيد الريسبونس، ويخليه يزيد الستيمولس هذا. طب ولما زيد الريسبونس تعمل ايه في الاستيمولس؟ يزيد، يزيد اكتر. والاستيمولس يزيد اكتر ويزاد الريسبونس اكتر، يزيد اكتر ويزاد الريسبونس اكتر. يعني حد في حد عنده اعتراض؟ يعني لما يكون عندي حاجه زايده وازودها اكتر، خلاص حاجه زايده وازودها اكتر زي ما احنا شرحنا. يعني احنا قلنا بالمثال بتاع البوزيتيف فيدباك ده حاله الولاده، حالة الولادة يعني رأس الجنين بتنزل في عنق الرحم توسعه، ولما يوسع عنق الرحم يطلع هرمون اسمه الأكسيتوسين يعمل انقباض أكتر في الرحم ويوسع عنق الرحم أكتر، ولما يوسع عنق الرحم أكتر أهو يقوم يبعت برضو إشارة للمخ تفرز هرمون الأكسيتوسين أكتر، يزود انقباض الرحم ويوسع الرحم أكتر لغاية ما تتم عملية الولادة. ده اسمه بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. يعني لما يكون في محفز وقاعدين نزود المحفز يزيد والريسبونس يزيد وقاعدين نزوده ببعض اسم بوزيتيف فيدباك. على النقيض ده، على النقيض لما يكون حاجه قليله في الجسم واقللها اكتر، اقللها اكتر ده اسمه نيجاتيف فيدباك، البوزيتيف فيدباك سوري. برضه زي في مثال الهارت فيلير، هبوط القلب، هبوط القلب بيقلل لو شوف القلب ضعيف يقلل كميه الدم اللي بتغذي تمشي في الدوره الدمويه، هتقل التغذيه الدمويه للقلب، القلب هيضعف اكتر، لما يضعف اكتر الدم يقل اكتر، القلب يضعف اكتر الدم يقل اكتر، يضعف اكتر الدم يقل يعني يموت. يبقى البوزيتيف فيدباك على الاتجاهين. قلنا مثال للزياده حاجه زايده تزيد اكتر، ده زي الولاده، عمليه الولاده والليبر، حاجه قليله وتقل اكتر قلنا مثال الهارت فيلير، ده البوزيتيف فيدباك ممكن. يبقى اللي زايد يزيد اكتر واللي يقل يقل اكتر، يعني امشي في نفس الاتجاه. النيجاتيف فيدباك لا، امشي في الاتجاه المخالف، يعني حاجه زايده او ما انا اقللها يبقى نيجاتيف فيدباك، حاجه قليله وازودها نيجاتيف فيدباك. ما اعرفش بقى دكتور، يعني مثلا الجلوكوز لما بيزيد في الدم، السكر يعني بيزيد، يوم يطلع هرمون الانسولين من البنكرياس، هرمون الانسولين يقلل الجلوكوز، اهو مش الجلوكوز كان زايد احنا مقللينه، ده نيجاتيف فيدباك. طب اقول لك مثال عكس بقى، لو الجلوكوز قليل يطلع هرمون تاني اسمه الجلوكاجون من البنكرياس برضه، الجلوكاجون ده يزود الجلوكوز، الله، يبقى الجلوكوز كان قليل زودناه، ده اسمه نيجاتيف فيدباك. غيره دكتور، دكتور قول يا ابني سامين. انا سامعك والله، قول إيه. تمام. طيب الاندروفين اللي يفرز المخ وقت الاصابه عشان يسكن الالم، ماشي، هذا 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 نعتبره بوزيتيف صح؟ صح، طول ما في الم وفي اصابه هيفرز باستمرار اندورفين، ده بوزيتيف فيدباك، الى ان تختفي الاصابه ويختفي الالم يقل الاندورفين خلاص بقى. لكن طول ما الاصابه موجوده والالم موجود هيفرز بصوره زايده على طول اندورفين اللي هو شبه المورفين يعني. بس دكتور الاندورفين مو هو ستيمولس وانا افرزت شيء، الالم ما هو الاستيمولس، الالم هو الاستيمولس، عندما يختفي الالم مفيش اندورفين بقى خلاص، لكن طول ما الالم موجود هنزود افراز الاندورفين.
ايوه دكتور، فالالم هو الاستيميلس والاندورفين انا يقلل عندي الالم، فانا قللت الاستيميلس كذا ما يعتبر نيجاتيف. وش لو قل الالم؟ وش لو قل لما يقل يبقى نيجاتيف؟ اذا هو كويس ان انت اثرت الموضوع ده، يعني ممكن انا البوزيتيف يتحول الى نيجاتيف، بس في النهايه البوزيتيف فيدباك يتحول الى نيجاتيف، لان الميكانيزم الرئيسي في جسمنا نيجاتيف على فكره. الميكانيزم الرئيسي في جسمنا نيجاتيف. اقول لك انا مثال، ركز معايا، ركز معايا عشان تفهم. البوزيتيف يتحول الى نيجاتيف ازاي؟ مثال ملحوظ، لما واحد يلعب رياضه، يلعب ايه؟ رياضه. لعب الرياضه ده بيزود مستوى السكر في الدم ونشط السمباثيك، والسمباثيك شغال اثناء الرياضه، يعمل ايه في مستوى السكر في الدم برضو؟ ها يزيد يقعد طول ما انت بتلعب رياضه. ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هو الرياضه شغاله والسمباثيك شغال والجلوكوز قاعد يزيد عشان يوفر طاقه للعضلات، وشغالين طول ما انت بتعمل مجهود رياضي. طب احنا خلصنا المجهود الرياضي، خلصناه، مستوى السكر بقى يجرى له ايه؟ السمباثيك بيشتغل، السمباثيك ما عادش بيشتغل، يقوم مستوى السكر يجرى له ايه؟ يقل. يبقى احنا كنا شغالين بوزيتيف فيدباك، لما انهينا المجهود الرياضي اتحول الى نيجاتيف فيدباك، الجلوكوز قل بقى الانسولين طلع واما قلله مش عارف ايه، خلاص. يبقى الميكانيزم الرئيسي في جسمنا هو النيجاتيف مش البوزيتيف على فكره. البوزيتيف ده بيخدم على النيجاتيف، لما يشتغل يخدم على النيجاتيف. اي ميكانيزم واي حاجه بوزيتيف هتلاقيها، هتلاقيها في النهايه قلبت نيجاتيف، في النهايه تقلب نيجاتيف على طول. اي استفسار تاني؟ استفسار في الحته دي؟ السؤال اهو يا جماعه، حد يقول السؤال ده؟ الميكانيزم اوف اكشن في حاله الادرينرجيك بالفيسيو. احنا قلنا لو انا تخيلت ادرينرجيك ده يعني الادرينالين والنور ادرينالين، وقلنا لما اتكلم عن نيورو ترانسميتر يبقى اقصد بها مين في المقام الاول، النور ادرينالين ولا الادرينالين؟ لما قلت النور ادرينالين، نور ادرينالين. نور ادرينالين، شاطرين، كويس. يبقى انا يبقى النور ادرينالين اهو كيميكال، اهو النور اهو، ما جابش سيره الابنيفرين اللي انتوا واخدين بالكم اهو، ما جابش سيره الابنيفرين اللي هو الادرينالين، لكن قال لك نور ادرينالين اهو كيميكال ترانسميتر اهو. يبقى لا، بيطلع من الاعصاب 80% نور ادرينالين، يقوموا ماسكين في الريسبتورز اهو على الاورجان، ده الميكانيزم. يبقى النور هيطلع من الاعصاب هيمسك في المستقبلات، لما يمسك في المستقبلات هيعمل ايه بقى؟ بصوا ادي النور ابنيفرين اهو، امشي معاه كده، امسك في المستقبلات اهو. لما يمسك في المستقبلات لإما يفتح بوابات الصوديوم والكالسيوم ويدخلهم جوه الأورجن، وبالتالي هيعمل شحنة سالبة بنسميها ديبولاريزيشن، هيقلب الشحنات ويعمل حالة إزالة الاستقطاب في الأورجن ده وينشطه، ده إكزايتيشن، ده هيحفز الأورجن ده ينشطه. أو بطريقة تانية حسب اختلاف الريسبتور، يعني حسب الريسبتور اللي مسك فيها دي، يقوم يعمل حاجة تانية، لإما يفتح بوابات الكلورايد ويدخل الكلور جوه الأورجن، او يفتح بوابات البوتاسيوم ويخرج البوتاسيوم من جوه البر. الحاله دي هيزود الشحنات الموجبه بره الاورجن على سطح الاورجن من بره، اسمها هايبر بولاريزيشن، والنتيجه تبقى انهيبيشن لهذا الاورجن ولا يعمل، يتوقف عن الشغل. يبقى هنا ده طريقه التحفيز، ده طريقه الانهيبيشن، ادي ميكانيزمين اهم. يبقى الميكانيزم ده ادي واحد، ادي اثنين، تعال بقى للثالث اهو، شوف الثالث اهو امشي مع الثالث اهو، ده ميكانيزم ثالث. الكلام ده كله حسب نوع المستقبلات اللي هروح اشتغل عليها. هي المادة واحدة اسمها نور ادرينالين، هتشتغل على انهي مستقبلات؟ لا اما اشتغل كده، لا اما اشتغل كده، لا اما اشتغل كده. بيختلف الاكشن ده باختلاف نوع الريسبتور دي، هي الفا ولا بيتا؟ طب لو كانت الفا، الفا 1 ولا الفا 2؟ طب لو كانت بيتا، بيتا 1 ولا بيتا 2 ولا بيتا 3 ولا بيتا 4 ولا بيتا 5؟ حسب نوع المستقبلات اللي انا رايح اشتغل عليها يختلف الاكشن اللي احنا بنقوله ده. فهو نور ابنفرين راح مسك في مستقبلات نوع ثاني. المستقبلات ده يقوم ينشط، اول ما يمسك في المستقبلات على الاورجن ينشط انزيم اسمه الادينال سايكليز، ده موجود في السيل ميمبرين بتاع الاورجن. انزيم ده، هذا الانزيم يحول ماده الاي تي بي ادينوزين ترايفوسفيت الى سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت، ده يتحول الى ده. لما السايكليك ادينوزين مونوفوسفيت ده خلاص هو ده اللي مسؤول عن الاكشن جوه الخليه، الانتراسيلولار اكتيفيتي. يعني ايه النور ادرينالين؟ قلت بيعمل ايه في الاوعيه الدمويه؟ بيضيقها. النور ادرينالين بيضيق الاوعيه الدمويه. طب هيضيقها ازاي؟ الميكانيزم ماشي اهو، ماشي اهو، ماشي اهو، يقوم يطلع الماده دي، الماده دي تشتغل على السموس ماسل دهيت وتعمل لها كونتراكشن فتضيق الاوعيه الدمويه. الماده دي هتشتغل، مش النور ادرينالين اللي هيشتغل، الماده هتشتغل بدلا منه. طالما اشتغلت بدلا منه هو ما عرفش يدخل ويشتغل، النور ادرينالين ما عرفش يدخل كده بنفسه شخصيا ويشتغل جوه، لكن انتج مرسال بداله
حد يشتغل مكانه جوه الخليه الا وهو السايكليك اي ام بي جوه الخليه ويعمل الاكشن اللي كان المفروض هو يعمله جوه الخليه هنا. ده اللي بنسميه سكند ميسنجر، اسمه سكند ميسنجر. اي استفسار؟ ده الميكانيزم يا جماعه. يبقى الميكانيزم واحد من ثلاثه، لا اما ده او ده او ده. غيره؟ طيب السؤال، او حد يقول السؤال ده؟ ايش الفرق بين الماسكارينيك ريسبتورز والنيكوتينيك ريسبتورز؟ الكلام ده احنا قلناه ووضحناه. اولا النيكوتينيك الاول، النيكوتينيك دي كل المستقبلات، كل المستقبلات سواء كنا في السيمباثيك او سواء كنا الباراسيمباثيك، كل المستقبلات هنا في الجانجل اللي هي على سطح العصب ده، عصب ده اللي هو البص ده، العصب ده اهو على سطح العصب ده توجد مستقبلات اسمها نيكوتينيك ريسبتور. نيكوتينيك يستقبل الاستايل كولين اللي خارج من البري جانجليون عشان العصب ده يتاثر، ولما يتاثر يفرز في نهايته لو كنا سيمباثيك يفرز نور ادرينالين اهو، لو كنا برا سيمباثيك يفرز استايل كولين. اذا العصب ده اهو بص جانجليون ده هو اللي عليه سطح مستقبلات اسمها نيكوتينيك، ده البوست جانجليونيك ده سواء كنا سيمباثيك او برا سيمباثيك، ده النيكوتينيك ريسبتور خلاص ده مكانها اهو. طب تعالى بقى للمسكرين. اذا النيكوتينيك تستجيب للاستايل كولين دائما وابدا، دائما وابدا تستجيب للاستايل كولين عند في الجانجلي، منطقه الجانجلي، منطقه الجانجلي. طيب هات بقى الماسكارينيك. الماسكارينيك ده موجود فقط عند الاورجنز، موجود على سطح الاورجنز اهو، سطح الاورجنز اللي بتتغذى بالباراسمبثاتيك، مش موجود خالص في السمبثاتيك خالص يعني، لكن موجود على سطح الاورجن اللي بتتغذى بالباراسمبثاتيك، وتستجيب فقط للاستايل كولين. الماسكارينيك ريسبتور دي موجود على سطح الاورجن اللي بيروح اللي بتتغذى بالبراسي، رايح لها براسي من بسات الاورجن اهو على سطح، وتوجد مستقبلات اسمها ماسكارينيك تستجيب للاستايل كولين وتعمل اكشن بقى، تعمل ايه عايز تعمله. لو احنا رايحين للقلب مثلا، الماسكارينيك ريسبتور اللي في القلب الاستايل كولين ده لو براسي من بسات هيقوم يقلل ضربات القلب، هيشتغل على ريسبتور دي ماسكارينيك في القلب ويقلل ضربات القلب وهكذا. انا ما اعرفش اللي سال السؤال يستفسر اللي هو عايزه بالظبط، انا تحت امرك. يعني دكتور البوست جانجليونيك حق السيمباثيتك ما في ريسبتورز، يكون ادرينرجيك ريسبتور صح؟ حد يجاوب عليها دكاتره عشان انا قلت المعلومه دي لسه حالا. حد يجاوب على 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 زميلكم، هو ما كانش مركز معايا. حد يكون ادرينرجيك يا دكتور. هم يكون ادرينرجيك ريسبتور تبع نورابينفرين اللي هي تقع فين ادرينرجيك دي يا ابني؟ على الاورجن. في الاورجن تحدد كلامك، ادرينرجيك تقع في الاورجن اهي، تقع في الاورجن سواء كانت الفا ولا بيتا، في الاورجن بتاع السمبثاتيك، لكن في الاورجن بتاع الباراسمبثاتيك تقع الماسكارينيك. ماسكارينيك دي اسمها كولينرجيك عشان بتجيب الاستايل كولين، دي اسمها ادرينرجيك عشان بتجيب النور ادرينالين، ما عدا الاكسبشن طبعا هو اللي انتوا عارفينه. عد السؤال ده ولا اعمل ايه؟ اللي سأله يستفسر، اللي سأله يستفسر. خلاص نيجي للسؤال ده، شرح مفصل للسؤال. بروستاجلاندين بارتيسيبيت ان ذا ميكانيزم اوف، هو الماده دي ذكرت في انهي ميكانيزم؟ وانا بشرح بروستاجلاندين غير البروجسترون، دي ماده ثانيه، بروستاجلاندين بتشارك في الميكانيزم بتاع مين في دول؟ اوفيليشن. الاوفيوليشن يعني البروستاجلاندين دي اللي بعد كده بتعمل بترفع الضغط داخل الفوليكل عشان تنفجر. البروستاجلاندين دي من الحاجات اللي بتزود السكريشن بتاع الانترا فوليكولار فلويد السائل اللي موجود داخل الجريفيان فوليكل، عشان السائل ده لما يزيد الضغط هيعلى جوه الفوليكل، ولما الضغط يعلى تنفجر يحصل اوفيوليشن. هذا بروستاجلاندين. البروستاجلاندين خاص بدي فقط، لكن اللي خاص بالفوليكولار فيز ده الاف اس اتش هرمون اللي هو الفوليكولار ستيمين. اللي خاص باليوتيال فيز هو اليوتينايزنج هرمون، هو اللي خاص باليوتيال فيز. البروليفراتيف فيز بتاع السايكل ده الاستروجين هو اللي مسؤول عن دي، يبقى هنا الاستروجين هنا ال اتش، هنا الاف اس اتش، هنا البروستاجلاند. وال ال اتش طبعا ال اتش معانا في القصه دي اللي هو ال اتش سيرج، لكن هو ال اتش ادى الى افراز البروستاجلاند، ال اتش ادى الى افراز البروستاجلاند هو اللي انهى عمليه الاوبريشن، اتمها يعني.
السؤال ده شرح مفصل للسؤال. bilateral ptosis signs of Horner syndrome. طب اخد واحده واحده. هو الهورنر ده انا قلت حاجه كده وانا بشرح المحاضره اكدت عليها مرارا وتكرارا، قلت هو بيحصل يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يونيلاترال. يبقى خلاص مش تبع السؤال ده، هو سؤالك بايلاترال يعني سقوط في الجفن العلوي عن ناحيتين في العينين الاثنين بايلاترال، يبقى ده مش معانا خالص لان ده يونيلاترال. لو حصل بايلاترال يبقى له اسم ثاني، ما بقاش اسمه هورنر سندروم، ما بقاش اسمه هورنر سندروم. مايسينيا جريفز مرض وهن العضلات، ده بيحصل في الجسم كله ولا محدد ان يونيلاترال بس؟ يعني عضلات الجسم كله تبقى ضعيفه ولا عضلات معينه؟ جميع العضلات. ايه جميع العضلات، بارك الله فيك، جميع العضلات. يبقى يحصل فيها بايلاترال ولا يونيلاترال؟ عضلات الجفن العلوي يبقى بايلاترال على ناحيتين، يبقى ده في عدد ده هو ده الاجابه. ايه ده اللي بيحصل في الجسم كله، يبقى ياخد يبقى التوزيس هنا بايلاترال العينين الاثنين. باراليسيس في الفيفث كرينال نيرف اللي هو العصب الخامس اللي هو الترايجيمينال نيرف، ملوش علاقه بالقصه دي خالص على فكره. ده بيجيب الاحساس اساسا من منطقه الاحساس مش الحركه، مش بيحرك الجفن، ده بيجيب الاحساس منه. باراليسيس في الرايت فيشال نيرف برضه ده موجود عن عضلات موجوده مسؤوله عن عضلات المضغ في منطقه الوجه الى اخره، من عضلات المضغ اللي بتمضغ بها الاكل يعني. ده الرايت فيشال نيرف العصب السابع يعني. اذا هي دي الاجابه يا حضره. ده هو هنا بيقول لك شوف كبسه رايت يعني بالعقل كده، يعني مش الاثنين فيشال نيرف باظوا، ده واحد بس، واحد اللي هو ناحيه اليمين بس، يبقى اكيد يونيلاترال. لو في مشكله تبقى يونيلاترال، لو في مشكله تبقى يونيلاترال مش بايلاترال برضه. فيفث كرينيال نيرف ده بتاع الاحساس، لكن دي مشكله في الحركه بتاعه العضلات. ده التوز ده حركه مش يعني مش سينس، ده موتور. هنا مشكله في الاحساس هنا في الفيفث ده. يبقى الاجابه مايسينيا جريفز. السؤال اهو، حد يقول يا جماعه السؤال ده السؤال هو. هل ممكن قطع الكرينيال سيرفايكال، هل ممكن قطع السكرينيال سمبثيتك نيرز ويؤدي الى مشاكل الاعضاء اللي يغذيها الثوركس اللي هي الهارت اللنجز بجوار المشاكل اللي تصير للهارت للهيد النك؟ لان ذكرنا ان الجانجليا اوف ثوركس ار اول سيرفيكال اند ابر فور ثوراسيك لاترال جانجليا. الموضوع هنا الاجابه تتوقف على اجابه بسيطه خالص، يعني اجابه بسيطه. اذا كان الموضوع قاصر اللي هو القطع ده قاصر على السيرور سيرفايكال جانجليا، يبقى ده هيخص الهيد اند نيك فقط، الهيد اند نيك فقط، التاثير هيبقى الهيد اند نيك فقط. لو الجانجليا دي الثلاثه دول اصيبهم في منطقه السيرفايكال ريجون الثلاثه، يبقى ياثروا على كل منطقه الثوركس بما فيهم الهيد اند نيك، يبقى هيد اند نيك وهارت ولانج، يبقى ياثروا على كله. يبقى حسب الجانجليا اللي باظت في يعني هي السوبيريور سيرفايكال جانجليا ولا الميدل ولا الانفيريور. طيب لو السوبيريور لوحدها يبقى ده هيد اند نيك فقط. لو الليجن خدهم الثلاثه كده ثلاثه باظهم في منطقه السيرفايكال ريجن الثلاثه جانجليا ده هم الرئيسيين ده هم لو باظهم يبقى ده على طول هياثر على الهارت واللنج والهيد اند نيك. اللي سال السؤال انا تحت امر يستفسر. اوكي انا سالت السؤال دكتور. طب احنا اصلا بس درسنا اللي هي السندروم اللي هي هورنر اللي هي نتيجه كانت لقطع في السيرفيكال سيمباثيتك تشين، بس كان عندنا سؤال ام كيو انه ايش ممكن يؤدي القطع في السيرفيكال سيمباثيتك نيرفز ليد تو ايش، وكتبنا اللي هي السيجمنت للنفس المتلازمه، بس السؤال المفروض يكون اوضح هي قطع صار في ايش، فيكتب في السي اس جي صح؟ جميل، بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله فيك، كويس هذه الملحوظة. يبقى لو جبته في الامتحان إن شاء الله هكتبه بالصيغة المحددة زي ما أنت قلتي بالظبط، صح كده. لكن هو الشائع، لكن هو الشائع الشائع شائع لما يقول سيرفايكل كده اعرف إن ده هورنر، يعني ده الشائع في عندنا في الطب، ده مقصود به هورنر سيرفايكل خلاص، ده الشائع. لكن لو جبت السؤال في الامتحان إن شاء الله الفاينل هجيبه محدد المعالم يعني إن شاء الله. شكرا يا دكتوره على الملحوظه دي، كويس حلو. غيره انتوا اي استفسار بقى تحت امركم، اللي عنده استفسار غير الاسئله اللي وصلتني دي، الاسئله اللي وصلتني يعني هو في سؤال انا مش فاكره بس كان هو شرح محاضره كامله،
المحاضره موجوده ومتسجله. ده شكل شرح في سؤال كده في انا عارفش طالب زميلكم تقريبا فانكشن بتاع السمباثيك والباراسمباثيك مثلا يعني ده محاضره الاوتونومو كلها تقريبا كان مكتوب ده السؤال. فطبعا ما عرضتوش لان ده شرح المحاضره ارجع لتسجيل المحاضره بقى. لكن اي استفسار زي الاستفسارات اللي قلتوها دي تحت امركم. يلا اي استفسار غير يعني غير اللي ورد الي تحت امركم. دكتور الان لو جاني سؤال في الاعصاب تصنيفها من ناحيه موتور او سنسوري او شيء زي كذا جاوب عليه باختصار يعني بناء على جدولك انت ولا جدول الاناتومي. ده كلام جميل. في الامتحان هنقول لكم اذا كان هو سؤال اناتومي ولا سؤال فيسيولوجي. خلاص بص لو جالك اناتومي يعني بتوع الاناتومي اللي حاطينه يبقى تجاوب عليه زي ما قال لك بتوع الاناتومي. لو جالك في الفيسيولوجي يبقى تجاوب عليه زي ما انا كتبت كده. هنقول لك في الامتحان لو جالك على طول اطلب اللي اطلب من المراقب قول له عايزين نعرف السؤال ده اناتومي ولا فيسيولوجي واحنا هنقول لك ساعتها اناتومي ولا فيسيولوجي. حطه احنا ولا بتوع الاناتومي جاوب عليه زي ما هو مكتوب عندك في محاضرات الاناتومي او لو هو اناتومي لو في الفيسيولوجي زي ما هو موجود في محاضرات الفيسيولوجي. ماشي هيبقى اما نحدد لك منشا السؤال ايه. غيره طيب دكتوره بسال كان كان عندنا في السلايدات في الاوفرني سايكل عندنا اول شيء اوفن بعدين برايمري فوليكل بعدين برينترال فوليكل واسماءها يعني فهي اسماء هتختلف على ايش على التطور اللي صار فيها. فمثلا يعني لما تصير فينا زونا بليوسيتا تصير في اسمها برايمري فوليكل وهكذا صح؟ صح على حسب اللي حصل في التطور والتركيب ايه اللي طرأ على تركيبها يعني فبتتسمى على حسب الجروس بتاعها ومراحل النمو بتاعها المختلفة وإيه اللي جد في كل مرحلة بس. يا دكتور لما يجينا مثلا اختصار C1 مثلا بالنيرفز هل يقصد كرينيال ولا سيرفيكال ولا الكرينيال لازم أرقام لاتينية؟ لا هو لو كتبنا احنا C1 مقصود بها سيرفيكال. لما لو احنا اختصرنا الكرينيال بنقول CR1 C capital R small 1 C capital R small 1 يبقى كرين. لو C بس كده يبقى سيرفايك. تمام يا دكتور اتفضل. الحين يا دكتور بالمناسبه دكاتره من حقك كطالب اي اختصار في الامتحان لابد ان تسال عنه ما المقصود بهذا الاختصار. اسال استاذ الماده تستدعيه استدعينا يعني انا في الفيسيولوجي او الدكتور اياد في الاناتومي تستدعي اي حد فينا يقول لك الاختصار ده مطلوب منه ايه. اي اختصار في الامتحان من حقك ان تسال عن هذا الاختصار ما هو معناه اختصار مش معنى الكلمه. على فكره في الامتحان غير مسموح تسال عن معنى كلمه لان معنى الكلمات في حد ذاته ده جزء من الامتحان يبقى انت مش عارف معناها. يعني ما حدش يقول دي معناها ايه يا دكتور. يعني ممنوع في الامتحان ان تسال عن معاني الكلمات معاني الكلمات باللغه العربيه. يعني كلمه انجليزي تسال عن معناها عربي ده ممنوع خلاص. يعني هتلاقي الدكتور بيبص لك كده ومش ما ردش عليك حد. لكن مسموح تسال عن لو جالك ابريفيشن اختصارات ما المقصود بهذا الاختصار بس. لان معنى الكلمات ده جزء من الامتحان. اللهم انت ذاكرت ازاي اذا كنت مش عارف معنى الكلمات دي ما انت ذاكرت ازاي ذاكرت المنهج وانت مش عارف معنى الكلام ده ايه. غيره خلاص دكتور اتفضلي. انت قلت الاستروجين حيقلل الاف اس اتش والال اتش كمان بروجسترون يعني الاستروجين كيف حيأثر على الال اتش كمان؟ انا يا دكتوره يعني معلش انا بقعاني معاكم من عدم التركيز. ده لسه شرح ارجع لتسجيل المحاضره وانت هتعرفي بالظبط. ده قلتها بالنص كده البروجسترون مينلي قلتها كده مينلي هو الرئيسي اللي بيأثر في الال اتش. شفت بقى بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم البروجسترون هو اللي بيقلل الـ H بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم.
الاستروجين اه لو زاد ممكن يقلله بعد الاوفيليشن اوكي، لكن انا قلت والله صراحه كده لسه حالا دلوقتي قلت اللي بيأثر في ال ال اتش وانا بجمع في السلايد اللي بيأثر في ال اتش هو البروجسترون. لما يزيد البروجسترون اساسا يلا، ولما الاستروجين يا جماعه يزيد بتاع ده يقل يأثر في ال اف اس اتش هرمون، ولما يزيد الاستروجين يأثر في ال اف اس اتش هرمون اساسا. شوفوا حضرات العلاقه، العلاقات الرئيسيه عشان اجمع الكلمه، العلاقات الرئيسيه الاستروجين مع الاف اس اتش، البروجسترون مع ال اتش، امال امتى الاثنين يجمعهم حاجه واحده؟ في قبل الاوفيليشن بيومين، قبل الاوفيليشن بيومين يوم الاستروجين لما يزيد يزود الاثنين الاف اس اتش وال اتش بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، لكن العلاقات الثانيه دايما الاستروجين مع الاف اس اتش يربطوا ببعض نيجاتيف فيدباك، والبروجسترون مع ال اتش نيجاتيف فيدباك. لكن الحته الوحيده اللي فيها الاثنين ممكن يزيدوا من نتيجه زياده الاستروجين هو قبل الاوفيليشن بيومين بوزيتيف فيدباك. سهله خالص يعني، مفيش فيها مشاكل خالص يعني. اللي بعد دكتور عندي سؤال، الباراسمباثيتك هاز شورت بري جانجليونيك ولا شورت بوست جانجليونيك؟ باراسمباثيتك ماله؟ الباراسمباثيتك هاز شورت بري جانجليونيك ولا بوست جانجليونيك؟ شورت بريج شورت بوست جانجليون، شورت بوست جانجليون. ليه يا دكتوره؟ حد يجاوب يا دكاتره، انا قلت السؤال ده في اول في المحاضره بتاع الاوتونوميك، في اول المحاضره كده. لان الجانجليون في الباراسمباثيتك تكون تيرمينال. ايوه بارك الله فيك يا ايوه، بارك الله فيك. لان الجانجليا في الباراسمباثيك هناك بعيد خالص، الجانجليا المحطه بتاعت البريجن بعيد خالص عند الاورجن يعني، يبقى البريجنجليون طويل على يوصل للمحطه، لكن احنا قربنا للاورجن فالبوست جانجليونيك قصير، احنا جنب الاورجن خلاص بوست جانجليونيك بقى قصير، يبقى الشورت بوست جانجليونيك ده بارا سمباثيك، والشورت بري جانجليونيك سمباثيك، الشورت بري جانجليونيك سمباثيك، واللونج بوست جانجليونيك سمباثيك. غير دكتور في السمباثيتك يا دكتور، البري جانجليون والبوست جانجليون كلهم ثابتين أسيتيلكولين صح؟ حد يرد على زميلكم يا جماعة. ايه البري جانجليونيك أسيتيلكولين والسمباثيتك أسيتيلكولين بري جانجليك وبوست جانجليك نور أدرينالين صح؟ يا جماعة ممكن حد يرد على زميلكم إجابة محددة؟ حد يرد على زميلكم؟ تفضل روان. في السمباثيتك البري جانجليونيك يفرز أسيتيلكولين، في البوست جانجليونيك بيطلع عندنا اللي هو نور أدرينالين بنسبة 80% و 20% أدرينالين. طيب هو طب امتى ده الكلام الثابت اهو، مفيش استثناءات في البوست جانجليونيك؟ استثناءات في السويت جلاند، السويت جلاند ايوه بيطلع ايه بقى السمباثيك في البوست يعني في البوست جانجليونيك السويت جلاند سيتوكولين سيتوكولين بدلا من مين؟ بدلا من هو يطلع ايه؟ هو الاصل بيطلع نور ايه؟ نور ادرينالين بس كده يعني. دكتور في البوست جانجليونيك الاستثناءات يعني زي مثلا السويت جلاندز اللي يكون تطلع أسيتيلكولين الريسبتر عندي حيكون ماسكارينيك صح؟ صح صح. يعني الأسيتيلكولين مش هيشتغل على الألفا ولا البيتا ريسبتر، دول بتوع الأدرينالين بشكل المسكرينك عند الأورجن، سواء بقى يعني المسكرينك ديت سواء السايكلين ده طلع من عصب سمباثيك او برا سمباثيك لازم المستقبلات تبقى مسكرينك. يعني إيه؟ باختصار اي اسيتايل كولين في البري اقول عنه نيكوتينيك، واي اسيتايل كولين في البوست بغض النظر عن اي كان سواء كان استثناء من السمباثيك او كان برا سمباثيك اقول عنه مسكرينك. بارك الله فيك كده تمام كده. غيره اي حاجه غامضه في ذهنكم يا دكاتره؟
طيب ماشي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا والتوفيق ان شاء الله. والامتحان سهل يعني، امتحان سهل ما تقلقوش، امتحان سهل يعني. احنا بنتكلم في ده كلام يعني بسم الله ما شاء الله يعني. لكن هو معنى كده ان فحوى الامتحان سهل عن الاسئله اللي بتسالوها دي خالص يعني، اسئله سهله غير اللي انتم بتسالوها دي خالص. بس محتاجه تسمع المحاضرات كويس، تسمع المحاضرات كويس، ركز في كلمه تسمع دي، تسمع اسمع اللي هيكتفي بالبي دي اف الشيت موعدك شيء. شوف انا كلام واضح اهو، انا بتكلم عمليه الفسيولوجي، بتكلم عمليه الفسيولوجي. اسمع المحاضرات كويس وتركز في كل حاجه اسرت في المحاضره. وانا بقول، وانا على فكره بتكلم بقول ده ممكن يجي سؤال، ده مش عارف ايه، واستعرضت حاجات كتيره. المقطع بتاع المحاضرات تسمعه كويس، وانا اوعدك لو سمعته كويس، سمعته كويس لو المقطع، هتدخل جواب امتحان الفسيولوجي. لو اكتفيت بقرايه البي دي اف كده مع نفسك كده، اهو مع نفسك كده، موعدكش. شوف الشابتر موعدكش، كلامي واضح وصريح. بس عشان اقطع القضيه نهائيا، لو سمعت المقاطع هتجاوب اي سؤال في الفسيولوجي في الامتحان بمجرد سماعك المقاطع فقط. شفت انا بقولها ازاي؟ سماعك مقاطع الفيديو فقط هتجاوب الامتحان. ان لم تسمع المقاطع بتاع الفيديو انا ماليش دعوه. يعني الكلام واضح، واضح جدا اهو. اي استفسار تاني؟ دكتور عادي، في محاضره يعني تكون من السنوات اللي فاتت، محاضره لك عن نفس الموضوع، لا هل نشوفها؟ لا. حذاري، انا بقول لك حذاري حذاري، لازم تلتزم بمحاضره السنه دي، وهتفهم ان شاء الله لما تدخل الامتحان. لما تدخل الامتحان هتقول الله بس انا مش هكمل بقى، لازم تلتزم بمحاضره السنه دي. بس انا برضو ده كويس ان انت اثرت الموضوع ده. محاضره هذا العام، هذا العام بالتحديد تذاكرها كويس من المقاطع الفيديو اللي اتسجلت، محاضره هذا العام بس، عشان انا سوف اسال. انا اي امتحان في اي سؤال في امتحان الفسيولوجي جه في الامتحان غير مطابق لما قلته في المحاضره، فليك حق ان انا احذف السؤال ده. لو جه سؤال هو شوف المحاضره بتاعه هذا العام انا ملتزم بيها في الامتحان، لو جه حاجه غير كده يبقى انا اللي هحذف لك السؤال، انا اللي هقول لك السؤال ده خلاص انا هحذفه في الامتحان. لكن ما تقارنيش بحاجتين. البي دي اف ده مجرد وسيله انت بتذاكر منها كلام مقروء، لكن هذا الكلام المقروء محتاج شرح. وانا في ثنايا الشرح وانا بشرح قلت حاجات كتيره ممكن اجيب منها السؤال بقى. هذا ما يتعلق بمحاضره الفسيولوجي. اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. مقاطع الفيديو بتاعة اللي انتوا تسمعوها، انا بقول لك انا اوعدك اهو، لو سمعت المقاطع كده هو مقاطع كده وفهمتها كويس كده، ادخل الامتحان على طول، ادخل الامتحان على طول، هتلاقي بتجاوب اسئله في السولوجي على طول من غير معاناه. لكن انت مع نفسك بقى وقاعد تذاكر كده وما سمعتش المقاطع، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل. لان القراءه دي واضح من الاسئله بتاعتكم دي ان في حاجات، في ناس مع نفسها كده، في حاجات سهلة في المحاضرة ومش مفهومة. يعني سهلة في المحاضرة، اتقالت بمنتهى السهولة في المحاضرة وسلاسة والكلام من ده، والبعض كان بيردوا عليكم من المنطق ده. يعني زمايلكم كانوا بيردوا عليكم، اللي بيردوا عليكم دول سمعوا المقطع، اللي ردوا عليكم دول سمعوا المحاضرة كويس. لكن يعني ده اللي اقدر اقوله لحبوب، بلغوا زمايلكم اللي ما حضروش معانا، بلغوهم هذه المعلومة. مهم جدا مقاطع المحاضرات هذا العام، محاضرات السنة. انت يمكن ما تلقى اللي شاف المقطعين ممكن يعرف الفرق في الاداء، بس الفرق في انا كنت بقول ايه بين السنه دي والسنه اللي فاتت، ممكن يعرف الفرق، يلقط الفرق كده. لو واحد كده سريع البديهه يلقط الفرق بين المحاضرتين. اذا كانت المعلومات تبدو هي لكن النقاش ليس هو النقاش في المحاضره، ليس هو يعني الكلام واضح يا جماعه ومفيش مشكله خالص. لسه قدامنا وقت طويل، لو انت حبيت تسمع المحاضره كده بروقان بعد ما ذاكرت بقى كده، اسمع بروقان بعد المحاضره دي اللي احنا فيها دلوقتي، اسمع بقى مع كده وركز، هتلاقي الامتحان سلس ان شاء الله. بس. اي استفسار اخر دكتور؟ اتفضلي يا دكتور. بخصوص التركيب الكيميائي للادرينالين والنور ادرينالين، هل يحتاج نحفظه يعني يتحول الـ L-DOPA
على مستوى الفسيولوجي لا، انا مجرد توضيح بس، هنجيب السلايد مجرد توضيح فقط لحضراتكم، لكن على مستوى امتحان الفسيولوجي لا. وما اعتقدش انتوا خدتوه في ماده ثانيه، يعني في البايوكيمستري ما اعتقدش ان حاجه شرحت كده اصلا، ولا في الفارما. لكن انا بالنسبه لي انا مش هجيب الكلام ده سؤال، انا مش هجيب التركيب سؤال، التركيب سؤال، يعني مش هقول لك التيروزين يتحول الى ايه بالانزيم مش عارف ايه والكلام ده، لا ده مجرد توضيح عشان تفهمي الفرق، يعني المجموعه الكاتيكولامين اللي هو النور قديم والقديم دول جم منين، اصلهم منين يعني منشاهم. لكن الكلام ده هنحتاجه بعدين ان شاء الله في الاندوكراين في اللايف سايكل، هنحتاج ده هيبقى سؤال في الامتحان اصلا، هيقول لك القديم ده طالع من انهي امينو اسيد، تقول له التيروزين، هنحتاج الكلام ده في لايف سايكل. لكن حاليا عن نفسي انا ده مش موقع السؤال في الامتحان. تمام شكرا. تحت امرك دكتور. تفضلي. انا بس كنت مو فاهمه جزئيه ال LH وال FCH بعدين لخبطتني. بس قبل ما انسى دكاتره معلش، قبل ما انسى، في عندكم انزيمز كتير اشتغلت في الاوفريان سايكل، وانزيم بيحول ايه الى ايه وايه الى ايه، خلي بالكم الحكايه دي. في انزيمز اشتغلت في اللايف سايكل، يعني في الاوفريان سايكل، كنتوا بتقروا المراحل بتاع الاوفريان سايكل، يقول لك الماده دي تحولت لده بانزيم اسمه كذا، الماده دي تحولت لده بانزيم اسمه كذا، ده مهم بقى. كملي يا دكتوره بقى. والاسئله الثانيه دكتور لخبطتني، هل تنصحني ارجع للفيديو اني اشوف يعني في اشياء زياده يعني تم ذكرها في ذا الفيديو، يعني في ذا التسجيل؟ هل انا رايي انا الشخصي بعد ما تذاكروا، بعد ما خلصتوا مذاكره كده اللي ذاكر فيكم الشابتر واللي ذاكروا كل حاجه، لو رجعتي هتستمتعي، بقول لك هتستمتعي بقى لما تسمعي تاني بقى، لما تسمعي تاني اي سلام الامور سهله هي وبتاع، بعد انت بعد المحاضره اللي قلناها الوقت دي، وبعد ما قريتي كده تقوم تثبتي المعلومه، تسمعي مقطع الفيديو تاني، هتلاقيكي مستمتعه بالمعلومه والدنيا ماشيه سلسه والامور زي الفل بعد كده بقى. وبعد ما قلنا ايه الحاجات المهمه اهوت، احنا اتكلمنا اهو في الحاجات المهمه والهرمونات علاقتها ببعضها والكلام ده، ربطناهم ببعض وكلام عملنا الحاجات دي، يعني تسمع مقطع المحاضره اللي هي اللي احنا فيها حاليا دي الاول واللي انا قلته، وبعدين ارجع بقى للمقاطع الرئيسيه بقى بتاع المحاضرات، هتلاقي الدنيا بقت سهله خالص بالنسبه لك، مش مشكله خالص، بس الاول تكوني مستوعبه اللي احنا قلناه في المحاضره. شكرا لك. المهم تكوني مستوعبه كويس احنا قلناه في محاضره النهارده، ارجعي للمقاطع هتلاقي الامور سلسه بقى، الامور ماشيه عادي خالص. غير دكتور تفضل. الماس النيكوتين وش وين دور وين يكون؟ مين؟ نيكوتينك. الماس النيكوتينك الريسبتر. النوع الثاني. يعني الماسكارينيك والنيكوتينك موجودين فين؟ فعلا ماس النوع الثاني من النيكوتينك الريسبتر اللي هو اسمه ماس النيكوتينك. بارك الله فيك يا ابني، أشكرك على هذا السؤال، أشكرك على هذا السؤال. ركز معايا بقى كده. العضلات أنواع. في كاردياك ماسل، في سموث ماسل، وفي سكليتال ماسل. خلاص؟ كم نوع؟ ثلاثة. السكليتال ماسل، السكليتال ماسل بيروح لها عصب سوماتيك ولا اوتونوميك؟ سوماتيك. سوماتيك. السوماتيك نيرف ده بيفرز استايل كولين ويأثر على مستقبلات اسمها نيكوتينيك ريسبتور على السكليتال ماسل. اسمها نيكوتينيك ريسبتور عشان تنقبض العضله. والاستايل كولين في السوماتيك نيرف بيطلع منها، الاستايل كولين ده يروح للعضله، العضله هتلاقي فيها مستقبلات اسمها ان ام، يعني ماسل نيكوتينيك، دي على السكليتال ماسل. نيكوتينيك ريسبتور على السكليتال ماسل عشان يأثر فيها وتنقبض العضله. طيب ده في السكليتال ماسل. تعال بقى على السموث ماسل بقى والكاردياك. السموث ماسل دي اللي في المعده والامعاء والكلام ده، والكاردياك ماسل دول بروح لهم مين اللي بيطلع استايل كولين؟ ركز في السؤال، ركز معايا. سواء السموث ماسل وبتاعه الاحشاء او بتاعه القلب، مين العصب اللي بيروح يطلع استايل كولين عند الاورجان دي؟ مين العصب اللي بيروح يطلع استايل كولين عند الاورجان دي؟ هل هو سمباثيتك ولا برا سمباثيتك؟ عند القلب والحاجات دي مين اللي بيطلع استايل كولين؟ القلب وبقيه الاورجان في جسمك. سمباثيتك.
باراسيمباثيتك الباراسيمباثيتك البوست جانجليونيك بيطلع استايل كولين عند الاورجان بقى بتاع الاوتونوميك بقى دي سواء السموث ماسل او الكاردييك ماسل هيطلع استايل كولين. اذا الريسبتور في الحاله دي حاله لو كان رايح لهم باراسيمباثيتك الريسبتور هنا في الحاله دي ماسكارينيك ريسبتور للاستايل كولين مش نيكوتينيك. اذا النيكوتينيك ريسبتور دي موجوده في السكليتال ماسل فقط عشان تستقبل الاستايل كل اللي طالع من السوماتيك نيرف مش اوتونوميك خالص مش سمباثيك ولا باراسمباثيك. طيب السموث ماسل بقى اللي موجوده في البصره في الاحشاء وفي الكهارت دول عليهم ماسكارينيك ريسبتور بيستقبلهم الاستايل كولين اللي خارج من البوست جانجليونيك باراسمباثيك. وضحت الرساله؟ وضحت الدكتور. بس طب النوع الاول من الماسترانيك دي اللي هو يود ماسترانيك يودي للبرين ويودي للنيونيك النوع الاول. طيب دي اماكن اخرى يا ابني، احنا البرين ما بنتكلمش فيه الوقت ده، اماكن اخرى للماسكارينيك بالشرع على الاستايل كولين، دي اماكن اخرى للريسبتور. هو الماسكارينيك ده موجود في ام 1 وام 2 وام 3 وام 4 وام 5 عندك خمس انواع على فكره خلاص. والنيكوتينيك فيه نوعين ان ان وان ام، يعني ان ام ديت اللي هي النيكوتينيك نيورونال اللي موجوده في الجانجليا، وان ام دي اللي هي اللي هي موجوده في المصل اللي هي اللي انا قلت عليها السوماتيك دي. الماسكارينيك موجود في اماكن كتيره كلها يا ابني كلها بوست جانجليونيك باراسمباثيك. كل انواع الماسكارينيك اللي عندك دي ام 1 و 2 ومش عارف كل دول انا عممتهم في كلمه واحده هم البوست جانجليونيك باراسمباثيك، بيطلع السايل كولين في هذه الاماكن كلها ماسكارينيك كلها. غيره تمام يعطيك العافيه دكتور. السيمباثيتك عنده ثلاثة ريسبتور، الأول اللي هو الألفا والثاني اللي هو بيتا والثالث النيكوتينيك عشان يطلع لنا الـ ASH. ممكن السؤال يبقى يعني دكتوره يعني السمباثيك ده سمباثيك له كام ريسبتور بتقولي؟ طب ممكن امشي معاك كده، امشي معاك بالراحه، ربنا يفتح علينا وانت كده بالراحه كده. السمباثيك ده بريجانجليونيك بيطلع ايه ماده كيميائيه اسمها ايه؟ سمباثيك بريجانجليونيك طلع عندك اسمها ايه؟ يعني يطلع الاستيلانين استايل كولين، طلع استايل كولين مش كده؟ ايوه. طيب الاستايل كولين اللي طالع من البريجانجليونيك في السمباثيك ده عندك البوست جانجليونيك بقى اللي هيستلم الاشاره من الاستايل كولين ده، يا ترى الاستايل كولين هيشتغل على الريسبتور اسمها ايه في البوست جانجليونيك؟ يعني هيشتغل على العصب اللي في الجانجليا ده الريسبتور اسمها ايه؟ الفا وبيتا. حد يجاوب على الدكتوره يا جماعه. ادرينرجيك الريسبتور الجانجليا بتاعت السمباثيك اسمها ايه؟ الادروجينتك اللي هو اللي طلع الاستولين، لكن اللي طلع النور ادرينالين هي الفا وبيتا صح؟ طلع ادرينالين ونور ادرينالين. يا دكاترة لو تكرمتم حد يرد عليها، حد يصحح المعلومة. ادرينرجيك في البوست جانجليونيك حق السمبثيتك يا ابني. البريجانجليونيك العصب البريجانجليونيك يطلع اسيتايل كولين بيشتغل على مستقبلات ايه؟ مستقبلات ايه في الجانجليا عشان يوصل الاشارة للبوست؟ اسم المستقبلات ايه في الجانجليا؟ نيكوتينيك. يبقى ده نيكوتينيك اهو. يبقى نيكوتينيك موجود فين؟ موجود في الجانجليا بس بتاع السمباثيك. يبقى البري جانجليونيك بيطلع استايل كولي يشتغل على نيكوتينيك ريسبتور اللي في بدايه عصب البوست جانجليون عشان البوست جانجليون يشتغل ولما يشتغل البوست جانجليون يطلع في نهايته ايه بقى؟ ده في السمباثيك طلع نهايته ايه؟ اللي عند الاورجان نور بنفرين. نور ابنفرين. النور ابنفرين بقى لما يطلع من البوست جانجليونيك ويشتغل على الاورجان المستقبلات اللي على الاورجان بقى اسمها ايه للنور ابنفرين؟ ادرينرجيك. ادرينرجيك اللي هما نوعين مين او مين؟ الفا وبيتا. الفا وبيتا بس يا دكتوره. ادي رد عليك يا دكتوره. يبقى انا عندي ثلاث انواع مستقبلات زي ما انت قلت في بدايه السؤال، بس انت الدنيا اتلخبطت معاك بعد كده. هما ثلاثه، واحده عند الجانجليا اللي هي النيكوتينيك دي ريسبتور ايه، واثنين عند الأورجان ألفا وبيتا. غيره. وأنا قلت من شوية دائما وأبدا، أنا قلت كده دائما وأبدا،
الريسبتور في الجانجلا سواء كنا سمباثيك ولا برا سمباثيك نيكوتينيك. الريسبتور في الجانجلا نيكوتينيك سواء كنا بري جانجليونيك سمباثيك او بوست او برا سمباثيك. عند الجانجلا دائما وابدا الريسبتور نيكوتينيك. احنا اختلفنا عند الاورجان بس، لو كنا في السمباثيك هيبقى الفا وبيتا، لو كنا برا سمباثيك يبقى مسكرينيك ريسبتور زيرو زيرو. يعطيك العافية دكتور. شكرا جزيلا. غير أي استفسار يا دكاترة تاني؟ ماشي بالتوفيق إن شاء الله، ولازال العرض قائم. أي استفسار أنا موجود لغاية الامتحان، يعني مش خلاص كده خلصنا، لا أي استفسار يدور في ذهنكم وأنتوا بتذاكروا تبعتوا لي الليدر وهو يبعته لي خلاص. يعني لكن انا بالمناسبه يعني انتم مش متعودين على السيستم بتاعي، انا لا اجيب على اي سؤال على الواتس الا اذا الطالب عرف نفسه انا فلان من الفرقه كذا، انا اسمي كذا من الفرقه كذا. اي سؤال غير المواصفات دي انا لا اجيب عليه، لان عايز اعرف انت مين بالظبط، انت في انهي سنه، وانا بدرس سنوات كتيره في الكليه، عايز اعرف. وبالمعلومه بناء الاجابه بناء على انت في سنه ايه، يعني انا بجاوب عليك بناء على انت في سنه. زي ما انا قلت كده ان السؤال للاخوه الكبار غير الصغيرين، المعلومه بتختلف وهكذا. انت لازم تقول لي انت اسمك ايه وفي سنه ايه، سنه ثانيه ولا ثالثه ولا سته ولا ايه بالظبط في الكليه، عشان انا اديك المعلومه على قدر اللي انت المستوى اللي انت فيه. لكن اي سؤال غير كده لا اجيب عليه على فكره. لكن الاسئله اللي هي المعتمده ان هي بتبقى عن طريق الليدر يبعت لي السؤال ونشوف اذا السؤال خلاص مستحق ان احنا نجاوب عليه هنجاوب، مش مستحق سؤال يعني ينم ان الطالب مش لامم الموضوع كويس او مش مذاكر اصلا، يعني زي معلش مع احترامي يعني ايه اشرح، يعني ايه واحد يكتب لي مثلا سؤال function of sympathetic and parasympathetic يعني ايه، يعني اشرح المحاضره كامله ولا اعمل ايه؟ يعني واحد كتب لي سؤال كده ايه الفانكشن بتاع السمباثيك والباراسمباثيك، الله ده المحاضره كلها، المحاضره اللي انا شرحتها. ارجع لي من المحاضره بقى المحاضره، ده المحاضره نفسها. فرجاء الاسئله زي ما انتم كده، انا لقيت الاسئله اللي هي قابله للاجابه اللي انت سألتوها دي، حيثية معينة ونسأل فيها وخلاص. لكن شرح محاضرة كاملة الحمد لله المحاضرة مسجلة عند حضراتكم والمقاطع كاملة، اسمع المحاضرة بقى. غير ماشي خلاص يا رامي موجود دكتور. اي استفسار اخر؟ بس يعطيك العافية دكتور، شكرا. ليدر البنات، فين ليدر البنات؟ تفضل يا دكتور. ايوه يا دكتوره، انت من حقك برضو تجمع اسئله لو في حاجه في البنات تجمعيها وتبعتيها لي على الواتس يعني. حاضر ان شاء الله. ماشي هيا، ولا مين اللي معايا؟ هديل. ماشي يا هديل، يبقى رامي وهديل البنين على رامي والبنات مع هديل. اي استفسار لغايه الامتحان تحت امرك، ابعتوا لهم وهم هيبعتوا لي الحاجات دي، ابعتوا لي اي اسئله. لو كان في اسئله بالمناسبه يا جماعه، بس عشان انا ببقى اعاني نفسيا في بعض الاسئله. ايه المعاناه النفسيه؟ في اسئله ما ينفعش اجاوب عليها على الشات، ما ينفعش اكتب كلمتين كده السؤال يتجاوب خلاص. ده في اسئله مش محتاجه شرح، زي ما انا قاعد اشرح كده يا عم، هشرح ازاي بقى؟ يعني اشرح ازاي على سؤال زي ده؟ فبعتذر عن الاجابه ما بجاوبش، لان في اسئله محتاجه شرح تفصيلي، ما ينفعش اكتبه كده بقى. ما هو انا هكتبه بنفس اللي انا كاتبه في المحاضره، يبقى احنا استفدنا ايه؟ لازم تبقى تتسمع كده. فلو في اسئله بقى ملحه عند واحد كده يطلبني شخصيا وانا هجاوبه، يطلبني على الفون وانا هجاوبه اللي محتاجه شرح. لكن في اسئله محتاجه كلمه وخلاص، يعني اقول له صح غلط مش عارف ايه. لكن يا جماعه الفسيولوجي ده ماده ميكانيزمات واليات، يعني انا محتاج اشرح. الشرح ده ما ينفعش يترد عليه في كلمتين كده، يعني في بعض الاسئله ما ينفعش ارد عليها في كلمتين، فبعتذر ما بجاوبش خالص. لكن في اسئله محتاجه رد بسيط فخلاص برد. لكن اللي محتاجه شرح دي لازم الطالب يكلمني تليفونيا، يكلمني كده شخصيا، ولا دكتور كذا كذا اقعد اتفاهم معاه بقى في التليفون، اشرح له بقى زي ما انا بشرح كده. وضع وصلت؟ وصلت دكتور. مش حكايه ان انا بعتذر عن مش حكايه ان انا بعتذر عن الرد، ان انا مستهي في السؤال او بحتقر السؤال او كده، لا، لو السؤال محتاج شرح، محتاج ما اعرفش اشرحه على الشات كده، ما اعرفش اكتب كده،
الشرح ده ما انا هكتب ايه؟ ما انا هكتب نفس اللي بكتبه في البي دي اف، يعني هعمل ايه؟ ما فيش جديد. لكن الشرح يختلف كده، الانتر اكشن كده، المواجهه كده في الصوت او في الصوت وصوره، ده وضع تاني. لكن اكتب كده لا مش هينفع. فاللي عايز حاجه فيها شرح يطلبني شخصيا كده، هو رقم الموبايل عندكم، فما عنديش مشكله فاطلبوني وانا تحت امرك. اللي عايز شرح كده يشرح حاجه تتشرح بقى كده، اقعد اوضحها له كده شرحا ماشي. لكن في بعض الاسئله بقول لحضرتك انا ما لا استطيع ان اجيب عليها كتابه، مش هتوصل المعلومه برده، يعني مهما تكتبها كتابه مش هتوصل المعلومه. دكتور اقدر اسال سؤال؟ اتفضل يا دكتور. دكتور احنا قلنا الليترال هورن سيلز موجوده في السمباثيتك صح؟ صح. طب دكتور لقينا في سلايدات دكتور اياد انها موجوده في الباراسمباثيتك. معلش خلي الدكتور اياد يكلمني وهتفهم معي. تمام، يعني ارسل الصوره يعني وين؟ قولي له، قولي له كده دكتور احمد الجندي قال كذا بس وخلاص. قولي له، قولي له دكتور احمد الجندي قال لنا ان اللاترال هورن سيلز مش موجوده الا في السمباثيتك فقط، سوراكو لامبر فقط. لو هو اكتشفوا حاجه جديده في الاناتومي خلاص يقول لنا، يعني ما يقول لنا ما اعرفش يمكن حاجه جديده. لكن هو اللاترال هورن سيلز لا تقع الا في السمباثيتك سوراكو لامبر ريجون، يعني من 1 ل 12 سوراسيك ولامبر 1 2 3. إذا كان هم عندهم رأي تاني، هم الناحية التشريحية والتركيبية ديت هم 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 الأدرى بيها، إحنا نتكلم في الوظيفة. لو هم شافوا حاجة جديدة نبلغونا وإحنا نعدل، والله أنا ما عنديش أي مشكلة خالص، أنا أعدل اللي بتاعي بناءً على الناحية التشريحية. يعني الإخوة بتوع الهيستولوجي لما بكتشف معلومة جديدة وأنا بستمتع بيها أنا بزودها عندي، يعني لما أكون في أي معلومة جديدة ما فيش مشكلة خالص، يعني مش هنقول مش هنبقى صلفين في رأينا. يعني إذا كان هناك معلومة جديدة واتعرفت حديثا أنا ما عنديش أي مشكلة، بس ما عنديش أي مشكلة خالص. غيره أي استفسار تاني يا دكاترة؟ يعطيك العافية دكتور. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. السلام عليكم.